تحية صباحية لكل مستمعينا الأوفياء. دائما في برنامج مع المحلل كل يوم سبت صباحا كنتكلموا على الصحة النفسية للطفل والأسرة. رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس البروفيسور مامون مبارك دريبي. أهلا بك بروفيسور. صباح خير يا سناء. مرحبا لله. بارك الله فيك. صباح النور. نتمنى أنك تكون على خير دائما. الحمد لله. احنا نتمنى إن شاء الله. يا ربي أمين. أكيد لأنه بروفيسور دائما يعني من خلال برامجنا معك وتحليلاتك النفسية اللي كتقوم بها فدائما كتأكد على أنه الجيل ديال التسعينات يعني الأطفال والمراهقين يعني جيل التسعينات يعني هو الجيل ديال الإنترنت ديال الحريات ديال الذكاء ديال الفهم. وللأسف كاين بعض البعض من الوالدين اللي كيتبعوا بعض الأساليب اللي ربما ما تعطيش واحد النتيجة. ودائما بروفيسور كيكون على أنه الوالدين كيلقاو واحد السهولة في تربية الأطفال ديالهم في المرحلة ديال الطفولة الصغرى والكبرى لأنه تيطيعوهم بزاف. وملي كيوصلوا الفترة ديال المراهقة يعني كثير من الأبناء تتصبح عنده قوة شخصية وأفكار خاصة به ما كيقوم بالأفعال غير اللي هي اللي هو مقتنع بها ماشي اللي مفروض عليه من طرف الوالدين وتيتفهموا من الآباء ديالهم خاصة من الأمهات على أنه راه الولد ولا البنت ديالها تغيرات لأنهم جاتهم مراهقة صعبة ولاو أكثر عناد. فواش نسميو عناد ولا تعنت ولا والوالدين اللي هما غالطين يعني في المفهوم ديالهم في التربية وفي يعني في الأخذ مع الأبناء ديالهم ولا هذا حال عادي بالنسبة للمراهقين؟ ملي كنشوفوا الظرفيه العالميه الحاليه خصنا نكونوا ناس واعيين ونكونوا ناس على بال وما نظنوش وما نسحبوش نفسنا ان عندنا بنيات مصنوعه من الفولاذ ولا من الحديد. البنيات الانسانيه لاله هي بنيه معتمده على الاساس على المفاهيم وعلى الثقافه. البنية الإنسانية لا بغى شي واحد ياخد حكمة من شوية من هاد البرامج اللي احنا كنقدمو. البنية الإنسانية والعلاقات الإنسانية ما كتحكمش فيها الفيزيولوجيا، ما كتحكمش فيها الجينات، ما كتحكمش فيها البرمجة بأي نوع من الأنواع، كتحكم فيها المحبة والثقافة والمفاهيم. سلالة بني البشر هي سلالة مخلوقة ومتركبة وعندها علاقة وطيدة هائلة عجيبة حول ما يسمى الخطاب والكلمة والمفهوم. اللي بغي يفهم هذه القاعدة راه غادي يعيش حياة سعيدة ولو عنده الصعاب مع الفقر والمال. واللي بغي يظن بأنه الإنسان البشر راه كيمشي بحال الدابة ولا كيمشي بحال الآلة ولا كيمشي بحال شي نبات، هذا من الأحسن يمشي يزول الدماغ ديالو يهديه لشي مختبر ويعيش هو بلا دماغ في لو سيستيم فيجيتاتيف. ففي العبقرية أينشتاين وفي نظرية لو كيك الكعك عنده واحد نظرية عجيبة سميتها الكعك. تخيل بقى عالم بحال هذا غادي يحط نظرية سميتها الكعك، شنو غادي تجي دير الحلوة في نظرية أينشتاين؟ هو أينشتاين ومن هذا العمل ديالو باش العلماء ديال 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 العلوم الانسان غادي يوضعوا نظريه الحضارات الثلاثه لي تخوا بريزونس من نظريه اينشتاين. فنظريه الكعك عند اينشتاين انه تيقول لك الكون كله متصل. فاحنا في الارض قال لك اينشتاين شديتي واحد الخط وتراسيتي هنيشان بقيتي غادي به في الفضاء في الكون وصلتي لواحد الكوكب بعيد ملايير 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 كيلومترات ولكن مقابل مع الكره الارضيه مقابل معه ولكن بعيد عليه. قال لك هذاك المخلوق اللي في هذاك الكوكب الى قطع الكعك مقاد معك بحال 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 شي كاطو غتقطعو مقاد يعني طرف منيشان مع الاخر. قال لك الى قطعو مقاد معك غتعيش انت وياه نفس الحاضر، الحاضر ديالو هو الحاضر ديالك. اما قال لك الى مشى تقطع الكعك عوج الموز ديالو بحال هكا على اليمين وعلى اليسار، قال لك الا عوج وراك غادي يولي هو كيعيش الماضي ديالك. وإلا قال لك شويه فاتك واحد شويه وقطع عاوتاني عوج معاك فسبقك لقدام غيولي تيعيش المستقبل ديالك. فهي عجبه انه في الفضاء وفي الكون واحد مقابل معاك يعيش معاك الحاضر. وإلا دور البارابول ديالو دور كتفوا بحال هكا شويه على اليسار تجنب وراك غيولي يعيش الماضي. وإلا تقاد شويه بحال هكا ومال شويه قدامك غيولي يعيش المستقبل ديالك. من هنا المفكرين العقال الأذكياء نزلوا نظريه سميتها لي تخوا بريزونس. فعند اينشتاين ما كاينش شي حاجه سميتها الماضي وشي حاجه سميتها الحاضر وشي حاجه المستقبل، تيقول لكم ثلاثه حاضرين. يعني الا انت درتي غير واحد غنمشيو غنلقاو سيدنا علي اش كيقول على الابناء يا اصحاب العقول يا اصحاب العقول سيدنا علي اش كيقول؟
قبل من أينشتاين. الأبناء ديالنا وديالكم خلقوا لزمان غير زمانكم، خلقوا لزمان غير زمانكم، بمعنى خصو ياخذ من الحاضر أدوات ويتقوت وياخذ أجهزة وياخذ أمتعة وعتاد باش يسافر في المستقبل. يعني المادة اللي كيجمع هو من الحاضر، ماشي المادة اللي كنجمع أنا من الحاضر. أنا كنجمع مادة من الحاضر لأن أنا جاي من الماضي وأنا عايش الحاضر وغي كنطل على المستقبل، بحال شي واحد حل واحد الشرجم ومشى للبالكو ديالو وتيطل على البحر. واش اللي كيطل من الشرجم ديال البالكو ديالو على البحر؟ بحال اللي فوق من البحر، بحال اللي راكب في السفينة وغادي وسط البحر. وهذاك اللي غادي في السفينة ملي كيبدا يبلونجي ويدخل في قاع البحر ويشوف السمك ويشوف العجيب اللي كاين تم، بحالي انا اللي في البالكو كنشوف. انا اش كنشوف من البحر؟ كنشوف واحد الكم ديال الماء زرق صافي، وكنشوف الموج والريح، وكنسمع الزويزوات الطيور كتوطوط. اما هو اللي في السفينة راه الله اللي عالم باش كيحس وشنو كيشم، وملي تيغطس بحالي انا كيبان لي عغطس ما كنعرف واش كيشوف، ولكن زير شوف كيشوف هو. فلهذا الجيل المعطوب ما بغى يداوي راسو، ما بغى يخلي التيقار الزريعة جديد، ما بغاش، ما بغى يمشي يداوي راسو، ما بغى يموت خلاص يتقعد بحالو يمشي، ما بغى يسكت ويسد فمو يبعد من هاد الزريعة الجديدة. رغم هاد البرامج اللي كنديرو يوميا، ورغم هاد التوعية اللي كنضلو نجاهدو يوميا يوميا، كتوصلني اخبار امراه تضرب ولدها 13 عام 14 عام، اب شاد في ولده 13 عام السبان والمحيور، علاه قداش؟ حد صباطك قاد صباطك، علاش ما سلمتيش؟ وعلاش ما تجلسش معانا؟ مالك عغادي لبيتك ومالك عم خنزر ومالك ما تعطيناش وقت ومالك ما تسمعش لامك؟ تخيل نفس الاسطوانه العوجه اللي مرجعه المجتمع العربي اللور اللور مازالين محافظين عليها وكيديروا لها الدوبليكاتا. قالك تخيل واحد الاسطوانه مزفته خايبه ما فيها ما يتشاف وكيمشيو تيغرافيوها، كيقول لي غرافي لي عفا خرج لي واحد 1000 نسخه كيفرقوا لبعضياتهم. تخيل ملي ام كتسمع البرامج ديالنا وتصنت البرامج وتتقال لك كتفهم، ولكن يدخلوا لها المدرسه ما كتبقى لا سمعت برامج لا تتفهم لا والو، كتولي شتي هذيك الكرونادا ديال الحرب العالميه الاولى هذيك اللي كيجروا لها راسها وكتسمع فش وغطردك بحال كتولي امراه. عمرك تشوف شاب كيدخل عند المكتب تيبدا يبكي، عمرك تشوف مراهقين 13 عام 14 عام كيبكي تيقول يا عمي ما بقيتش طايق الدار، ما بقيتش كنحمل امي، ما بقيتش كنحمل نشوف في وجه با. نتفاجئوا علاش ولادنا مشاو للقرقوبي بهذاك الكم، نتفاجئوا علاش ولادنا تيمشيو للسيجاره بهذاك الكم. ما كنبررش كنحلل، انا ما كنبررش، انا ضد المخدرات وضد السجائر وضد المصايب اللي كتحل لك ادين ولادنا، ولكن ملي تتبقى انت تنحر فيه عمرك تشوف. كنوصيو الناس كنقول لهم ابتداء 12 سنه سدوا فمكم، النصيحه تطلب، النصيحه تطلب عباد الله. احسن حاجه تدير هو توفر السكينه والطمانينه لبيتك، ما تدخل تقول لي واش قريتي ولا ما قريتيش. بغيتي تشوف ولدك اش كيدير في الانترنت سيري قراي انت يا الانترنت، سيري انت دير فايروال، سير انت دير كونترول بارونتال، سيرو نتوما باقى عندك 30 عام باقى عندك 40 عام باقى عندك 50 عام وتيعتبروا نفسهم بانهم سلاو. ملي انت ما قادرش تعلم سد فمك، لوم راسك، وهما راه ماشي ما قادرش يتعلموا، راهم قادرين يتعلموا، ولكن باغي يبقى يحكم بنفس الادوات ونفس الاسلوب اللي عنده. هادشي اللي كاين بروفيسور، يعني الصعوبه اللي كيلقاو الوالدين، يعني دائما كيقول لك ما كيتقبلوش انهم يغيروا من الادوات يعني ديال الاشتغال والاساليب مع وليداتهم، لانهم تيقول لك احنا تربينا بهذه الطريقه يعني وحنا يعني وصلنا وخدمنا ومرتاحين، يعني علاش؟ الوغ مزيان نشوفوا شنو واقع في اوكرانيا. شنو واقع في اوكرانيا دابا؟ ها هو عندنا مثال حي، بلا ما نتكلموا على مصر وعلى سوريا وعلى ليبيا وعلى تونس، بلا ما نتكلموا على الدول اللي كنعرفوا من قبل سبقات العراق ومن قبل باديه فلسطين، ها هي دازت مؤخرا في روسيا وكتحرك عندهم الموجه، من قبل في تيانمان في الصين، وضربات مؤخرا في عده مناطق في فرنسا، وهي دابا ضربه في اوكرانيا. علاش هاد الشيء ما وقعش في الجيل ديال 80 وفي 70 و60؟ علاش ما وقعش؟
التظاهره الوحيده اللي عندنا في حقبه الستينات هي التظاهره الكبرى اللي وقعت في فرنسا في 68، ومن قبلها التظاهره اللي وقعت في الولايات المتحده الامريكيه ضد حرب فيتنام اللي هي اللي غتعطي الموجه اللي غتدخل اوروبا في 68. هذو هما الحقب الكبار في العهد التاريخي الحديث اللي حركوا. اما هذه الموجه اللي كنشوفوا حنايا من تقريبا هذه 11 سنوات راها ماشي موجه عاديه، هذه ماشي حاله استثنائيه. في الاول كانوا كيسميوه الربيع العربي، كانوا كيظنوا في المجتمع العالمي بانه استثناء عربي، دابا تيتضح بانه بقى استثناء عربي. هي وقعت في اليونان، انا من اليونان العربيه، هي وقع دابا في اوكرانيا من اوكرانيا العربيه. اذا هذا مابقاش ربيع عربي، هذا صباح تحرك دولي. احنا شنو مؤخرا في البرازيل؟ شنو وقع؟ قبل شوفوا شنو وقع في انجلترا. يعني اصبحت واحد الحاله دوليه عالميه. وشنو هو القاسم المشترك ما بين هاد الناس؟ انهم كلهم الجيل ديال 90، كلهم الجيل ديال الانترنت، كلهم تيفهموا وباغين واحد الاحترام كبير. علاش عندهم هما شعار واحد اللي كيوقعوا واحد الانتفاضه دابا عندهم شعار موحد عجيب في العالم كله، ارحل. كيبداو يطالبوا المسؤول باش يمشي، ماشي كيطالبوه باش يصلح ولا كيطالبوه باش يقاد شي حاجه، لا، كيقولوا ليه ما عرفتيش تعال معنا تمشي. علاش كاين واحد الاستثناء مغربي تحت الاماره الطيبه ديال سيدنا امير المؤمنين الله ينصر ويحفظه؟ علاش كاين استثناء؟ لانه شاب، لانه ولد المجتمع العولمه، هو راه ولدها، هو راه ماشي غريب عليه الانترنت ولا غريب عليه التكنولوجيا ولا هذه العقليه، ولدها عارفه. اما اللي ما عارفش هذه العقليه والثقافه كتعامل معاه بمساطير بمؤسسات بهيمنه بتخويف بترهيب اساليب. فهذه المراهقه اللي العلماء في العالم تيقول لك العقل البشري في الحاضر الان ما عمر العقل البشري ما كان متعرض لواحد الكم في المعلومات في تاريخ الانساني قد ما هو متعرض ليه الان، كم هائل المعلومات. اشنو تيديروا المعلومات العقل؟ اش كيديروا ليه؟ كيمرضوه، كيحمقوه، كيفقهوه، تيعلموه. فولا عندنا شاب واخا ما عندوش مستوى علمي كبير ولكن اصبح عنده مستوى يخاطبك. الخطاب للشباب والله يا لاله وانا اللي كنعمل معاهم، الا عرفتي شنو هي واحد، غنعاود لك غير وحده مع واحد العائله. واخا كاين فاصل، اي كاين فاصل. وقبل من الفاصل مستمعينا فنبغي نقول كل اوفياء انا على انهم يركزوا معنا اكثر اليوم في البرنامج وفي تحليلات البروفيسور مامون مبارك دريبي، لانه كاين مسابقه جديده واللي غادي نطرحوا فيها سؤال ديال الحلقه من يعني من تحليلاتك بروفيسور. واكيد لانه اسرع مشارك ولا مشاركه الاس ام اس 5080 فغادي واللي غتكون عنده الاجابه صحيحه غادي يفوز بآلة ديال التصبينه، شويه ديال الافاده والاستفاده وشويه للربح باش نهونوا شويه على المشاكل المستمعين. الثقافه العربيه الامازيغيه الاسلاميه كنبغيو العلم والمائده، هادشي اللي كاين. كنت بديت نعطي مثال ديال واحد الطفل اللي شفت العائله ديالو. هاد الوليد هذا ملي تنجلس معاه وكنشوف الحاجيات ديال الطلب العائله، كنلقى الطفل ما كيواظبش في الاحترام على النظام في القسم، ما كيشاركش، يعني ما عندوش تركيز، كاع داك الجمل اللي كنضلوا نسمعوا. ملي جلسنا مع الاساتذه مع هاد التلميذ لقيناه في واحد حال الخوف، واحد حال الخوف، ومسكين خايف بحال اللي غادي نبداو نحلوا فيه وغادي. قلت له ولدي راه حنا غندويو في الرياضيات، ندويو في الفرنسيه، ندويو في حويجات القرايه ديالك فقط. ملي طمأنه وتطلق كنكتشفوا واحد التلميذ من الطراز العالي جدا، ذكاء وفهم قدرات وكل شيء مكتمل، دري مكتمل. والله للسان انا ما طقتش، والحمد لله معايا خبراء واساتذه من العيار الثقيل. قلت لهم الله يرحم الوالدين، كل واحد فيكم يشوفوا بوحده. بغيت انا قلت لهم نقولوا شي حاجه للوالدين، كل واحد فيكم يشوف بوحده. وخدينا جوج الاسابيع كل واحد فينا كيشوف بوحده. شنو غلقاو؟ الدري قريب يكون عبقري، قريب يكون انجيني، قريب. شتي الغريب في الامر؟ انه موباه اطر عاليه بقات كتعلى، ما بقاش كتشوف الارض، ما عارفين في ولدهم حتى حاجه.
ملي خبرنا الوالدين ما تيقوناش، قالوا لنا لا لا واقيلا راه غير انتم مضريفين وهو مع زويوين ومؤدب ولا ربما استدرجكم. عمرك شتي قنيه غتجر فيل ياك؟ قلت لهم دابا حنا غير الفياله وغادي تجي واحد القنينوه بحال هكا وغتجرني ياك؟ قلت لهم واخا سيدي غادي ندير لكم ديمونستراسيون. بدينا كندير لهم في الديمونستراسيون، ها ولدكم اش كيفهم، ها ولدكم اش كيعرف، ها ولدكم اش كيفهم. لون بقات صافنه مشى ليها اللون، الاب مازال ما مطيقش. عرفتي شنو رد عليه ولده قدامنا؟ قال لي شتي مشكلتي؟ قال لي الدري ها انت قال لي شتي بوب دابا؟ قال لي وحقرني دابا. هو يدور عند باه قال لي وعاد كتقول لي علاش ما كنبغيش نجلس ندوي معاك؟ تخيل يا شريفه، تخيل شكي هكا قدام نهضر عند باه قال لي وكتقول لي يا بابا علاش ما كتجيش نهضر معاك ونجلس معاك؟ قال لي ما كتفهم فيا والو بابا، اش غادي نجلس ندوي معاك؟ 8 سنين. الاب قحل فمه قال لي عافاك استاذ بغيت واحد التقرير من عندك باش ندير مدرسه. قلت لي العام سيغا تسلمي تخرج بحالك، هادشي اللي غنعطيك، غنعطيك تسلمي تخرج بحالك والله يفك هاد الولد هذا منك، الله يدير تاويل لهاد الولد هذا منكم. دازت واحد الاسبوع رجعت الام عافاك استاذ الله يخليك استاذ راه حنا بغينا لكم تصلوا في المدرسه وتشرحوا لهم. قلت له والله لا شرحتي حاجه لشي واحد، انتم والدي شرحوا انتم، ولكن قلت له انا قبل ما نقول لكم تشرحوا انتم واش شرحتوا لراسكم انتم اش كديروا واش عارفين اش كديروا؟ فدابا هادو شنو غيطرى لهاد الوليدات اللي كتلقى الام ما ساخياش بهذيك السلطه اللي كان عندها على الطفل؟ لان الطفل راه ساهل، الطفل في حاجه للحمايه في صيغه الضعف، راه ديما تيكون خاشير ويسو تحت جناح الام، ديما تيسمع ليها. حدو يدخل 6 سنين 7 8 تيبدا يعمر، تيدخل 12 تيبدا يجهاد، تيخص ترجع تبرد تمشي تدي الحرمان ديالها لانها محرومه. وتخيل كاين واحد الكتاب كتبه البروفيسور جاك لاكو على علاقة الأم بلا فخستراسيون وبلا كومبونساسيون. عرفتي شنو دار في صورة الغلاف ديالو؟ دار أم كتاكل ولدها. ها هو الكتاب راه كاين في السوق وسيرو شوفوه، سيرو شوفوه في الغلاف ديالو واش من صورة دار البروفيسور جاك لاكو. ها هاكا كتشوف مرا شادة بيبي وكلات ليه راسو وكتافو وباقا كتكمل، علاش دار هذيك الصورة؟ وبادي الكتاب ديالو بواحد السيتاسيون باللاتينية، باللاتينية اللي تيستعمل فيها المعنى ديال الالتهام بشراسة قصد التعويض عن الخصاصة. علاش هاد العقل هادو كتبوا هاد الكتب؟ شنو كتلتهم الأم بشراسة؟ وشنو باغا تعوض؟ شنو الخصاص؟ شنو باغا تعوض؟ شنو الخصاص؟ شتي إلا جيت ندخل هنا والله إلا بقى شي راجل مع مرتو مجموع دخلت في هاد النقطة هادي أنا حطيت على صبعي ما غندخلش، شتا دخلت ما بقى حتى شي كوب مجموع، لأن راني لمحت لكم الإشارة، قلت لكم الحب ليس له وجود ضمني بين الرجل والمرأة ولكن إنجاز وصنعة سوف يتم إنجازه، هذيك الإشارة بالمجازية. أما إلا دخلنا في هاد النقطة هادي اللي حطيت عليها صبعي اليوم والله لا بقى شي راجل يعنق مرتو ولا شي ما تعنق راجلها، واللي بغى يشم ريحتها يمشي للآية القرآنية قلنا اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو. عدو ماشي كلامي هذا، كلام الله. قلنا اهبطوا ماشي تعلوا نزلوا، يعني دائما اسفل سافلين دائما هابطين. راه كاين استثناء الحمد لله سيدي ربي في رحمته الواسعة كيعطي الاستثناء، فمن تبعه هدايا. راه كاين استثناء. شنو هو الهدى؟ شنو هو الهدى؟ الهدى انك تكون ولد زمانك. لاحظوا معنا في سوره مريم في ايه 43 ملي سيدنا ابراهيم تيتكلم مع باه تيقول له يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهلك صراطا سويا. سهل على سيدنا ابراهيم في ذاك الوقت يتقابل مع باه ويقول له بالدارجة راك ما كتفهم والو، بالادب قال لي يا ابتي ولكن العطاء في المضمون ما كتفهم والو ما عارف والو، انا ولدك صغر منك غنولي استاذ ديالك وغنولي امام ديالك وغتبعني. شتي هاد الايه هادي هي اللي كتميزنا مع التحليل النفسي العالمي في الكومبلكس دو ديب. هاد الايه هادي الكومبلكس دو ديب في العالم كله
النظريه ديالو في العالم كله بان الطفل الذكر ينافس الاب ديالو في تملك الام فيجد الممنوح فيقف الممنوع الثقافي. علاش قلت لكم راه في العلاقات الانسانيه في المقدمه راه كلها امور ثقافيه. الممنوع المحرم الثقافي كي يعطي للدري الصدمه. هذا هو الكومبلكس دو ديب العالمي في الفكر الاسلامي. ما كان يتنافاش مع العالمي، راه كاين في البنيه النفسيه في هذا الامر، ولكن احنا اضافه كيولي صراع فكري ثقافي. ودابا حنا في العالم اللي عايشين، يعني عطيت لكم الامثله ديال الدول كلها اللي فيها حركات شبابيه كتحرك. شنو سببها؟ الفقر. راهم ناس واكلين. شنو سببها؟ الانترنت راه عندهم، الباس عندهم، افكار. ناس بغاو يجسدوا افكار مختلفه، بغاو اسلوب اخر في النظام، بغاو اسلوب اخر في الديمقراطيه، بغاو اسلوب اخر. عمرك تشوف ملي كنتمعن في الاسلوب السياسي اللي كيشتغلوا به الناس ديال السياسه لا في المغرب ولا في العالم العربي، تيقتلوا شخص ماشي قتل اجرام، لا تيقتلوا وجوده بحكم انتمائه اللون مخالف سياسيا ولو انه جاء بفكره صائبه للمجتمع. عجيب عجيب انه ما عندناش القدره نميزه. مؤخرا كان واحد الحوار في فرنسا وانا كنتبع هذاك الحوار، فاذا به كنشوف مشروع ديال واحد القانون صوتوا عليه جميعهم المعارضه واللي في الاغلبيه بالاغلبيه على هذاك المشروع قانون لانه صالح للمجتمع. ففي واحد اللحظه كيقدروا يزولوا هذوك اللباس ديال المنافسه الفكريه والسياسيه، كيقدروا يزولوه ملي كيبدا الذكاء ديالهم تيلمسوا بانها واحد شخص جاب مشروع للمجتمع في ديك اللحظه. شوفي لي في العالم العربي والله واخا يجيب نظريه اللي الماء غيصبح يخدم الموتورات ديال الطوموبيلات ويقدر يجيبو مجان، عايكون منتمي لشي لون من الالوان، الحل اللي جاب مشى لاكوربي وتيتبعوه هو في اللون ديالو لانه تتولي حسابات وكتولي اكسترابولاسيون وياك ما كذا وغدا غياخذ الاغلبيه هو وعد. الحمد لله اللي حنا عندنا امارات المؤمنين اعتقد عندنا استقرار، يعني عندنا واحد النوي واحد النواه، فلا قدرنا نستغلوها فكريا، قدرنا نستغلوها فكريا. لاحظوا معنا الملك البلاد في البروتوكول ديالو تغير، ماشي البروتوكول اللي كان عليه الحسن الثاني رحمه الله، ماشي البروتوكول اللي كان عليه محمد الخامس، ماشي البروتوكول اللي كان عليه مولاي اسماعيل. ومؤسسه عتيقه وعريقه، وملي جا ملك شاب برمجت عين غير الامور. وحنا كنشوفوا الاسلوب ديال سيدنا ماشي هو الاسلوب اللي كان من قبل، كاينه استمراريه وتجديد. ومؤسسه عريقه ملكيه اللي عندها تقول ديال شحال من قرن وقدر يجددها بواحد الخفه. علاش؟ لان كاين ذكاء. وعائله فيها جوج الناس ماشي بحال مؤسسه ملكيه، مؤسسه ملكيه عرفت شحال فيها من شخص، عرفتي شحال فيها من سلطات، عرفتي شحال فيها من مؤسسات، راه بوحدها هي راه الا بغى الواحد يقرا عليها راه خصو شحال من عام. وبيت عباد الله بيت فيه جوج الناس، فيه مرة وفيه الرجل وسدين عليهم 30 متر ولا 80 متر وما قاعدين شي يجدوا الفكر، وتيضحكوا في الاولاد بالملاحظات ويضحكوا في الاولاد. تخيل كاين البنت كتعاقب على اللباس، واش من اللباس؟ لباس عصري محترم محترم. لا ما كنبقاوش نشوفوا ذكائها، ما كنشوفوش النتائج الدراسيه، ما كنشوفوش استقامتها، كنوليو تابعين حتى المظهر. والمظهر فيه طبقات، فيه دي دوغري، كاين اللي معيق، كاين اللي خايب، كاين اللي باسل، كاين اللي عصري متفتح. لا حنا زولنا كل شيء ومشينا شدينا واحد الخانه الفوق، متاثرين بمذاهب ليست بمذاهب مغربيه، ليست بافكار مغربيه. المغاربه الناس اللي اخترعوا بدعوا جلابه. وريونا في العالم الاسلامي شي ناس داروا جلابه، تولينا نشوفوا ناس لابسين والو، ماشي لابس والو علو، كل واحد حر في نفسه. ولكن راه فرق ما بين تكون ابن قبيله، وفرق ما بين تكون ابن جماعه، وفرق ما بين تكون ابن شعب.
غير باش نعرفوا القيمه ديال كل حاجه. تكون ولد عائله يا الله، تكون ولد قبيله يا الله، تكون ولد جماعه يا الله، ولكن شكون الكبر فيهم؟ الشعب. تكون ولد شعب، ثقافه متوحده، الوان متوحده، شعار متوحد، فكر متوحد. على النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لنا صفوف وشبك بيده بحال هكا ودخل يد في يد، وقال لنا ها المجتمع ديالكم ها شبك يد في يد. علاش ما دارش جوج بجوج؟ راه ساعه اللي قلنا كونوا بجوج بجوج. وعلى من علامات القيمة الصغرى ما تكلمش على النبي، سيروا شوفوها. غادي توليو طوائف وغتوليو مقسمين وغتوليو شعاب وغتوليو تتقاتلوا بعضياتكم. وحنا المغرب، انا كنقول العوده، والمملكه الاردنيه الهاشميه وبعض الامارات في المشرق، كنتكلم على العالم الاسلامي، اللي عندنا صيغه شعب، والمغاربه هما في الطوب تاع هما الاولين. ولا جيتي تفصل شحال من عرق عند المغاربه غتلقى لك اكثر من 300. شي لو بغيتي تفصل العروق، هذا زياني هذا كذا، غلقوا اكثر من 300. اذا الا جينا بغينا نستافدوا من الخاصيه المغربيه اللي عندها مداد ديالها وعندها سند ديالها، تنشوفوا امثله حيه كيف كنذكر لكم الشريف، كنقول لكم شوف كيف جدد المؤسسه، شوف كيف جدد البروتوكول، شوف كيف جدد شحال من حاجه. علاش انت اب اسره وانت ام ما تشبهوش الملك البلاد؟ راه هو الامام ديالنا. علاش ما نشبهوش الحركه اللي عندنا التجديد اللي عندنا في المغرب؟ احنا ولاد الاصاله، وحنا ولاد التقاليد، وحنا ولاد الاعراف، حنا ولاد الفكر، وحنا ولاد الدين، ولكن حنا عاوتاني ولاد ديال العصر، وحنا ولاد المستقبل، ونعطيو لوليداتنا. انا كنتمنى المغرب يفوت تايوان ويفوت ماليزيا ويفوت اندونيسيا بشرط واحد، الا قدرنا نخلي وليداتنا يدخلوا في المستقبل ما معقدينش، ما مصدومينش، ما مخوافينش. حنا كنركبوا في بلادنا الخوف. عمرك تشوف طالب صبحو تيراسلو تيقولوا لي رحنا خدينا الباك وكنديروا كلاس بريبا وبغينا نمشيو لبرا، وكيقول لنا والدينا وبعض العائله الا مشيتي لبرا غتولي كافر. مزيان، الا مشيتي لبرا تقرا في اوروبا ولا في امريكا ولا في كندا غتولي كافر. حسبي الله ونعم الوكيل. بالعكس، نقول لولدي درتي لي كلاس بريبا ولدي، لقيتي جامعه ولقيتي مؤسسه في المغرب تعطيك هذوك الامكانيات الفكريه العلميه، خدم. ما لقيتيش ولقيتي فرصه برا، سير وليدي سير. علاش الله تيقول لنا ارسلنا الرياح على وقح، ولادنا زريعه، بناتنا زريعه، ولادنا زريعه، يمشي ويتلقحوا ويلقحوا. مرحبا. لقاءنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما رفقة الكاتب والباحث في تحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك دريبي. موضوعنا اليوم التعامل الصحيح للوالدين مع ابنائهم في المرحلة المراهقة، فغادي نعملوا فاصل غنائي ونرجع مباشرة لاستقبال مكالمتكم الهاتفية. اللي عندكم أي تساؤل اتصلوا بنا على 0522 46 72 50 51 52، أو 0522 43 00. مستمر دائما في برنامج مع المحلل كل يوم سبت صباحا كنتكلموا رفقة الكاتب والباحث في تحليل نفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك الدريبي على الصحة النفسية للطفل والأسرة. اليوم كنتكلموا على التعامل الصحيح للوالدين مع أبنائهم في مرحلة المراهقة. غادي نمشيو مباشرة لاستقبال مكالمتكم الهاتفية ونتعرفوا على تساؤلاتكم دائما على 05 22 46 72 50 51 52، أو 05 22 43 00 09. غادي نفتتحوا بأول مكالمة معنا اليوم في البرنامج، معنا كنزة من طنجة. مرحبا كنزة. اذا للاسف انقطع الخط، تحياتنا لك كنزة ومشكور على تواصلك معنا من طنجة، وتحية لكل اوفيائنا. وغادي ناخذ مكالمة اخرى، الهام مقيمة بفرنسا. الو الهام. وي صباح الخير الهام، مرحبا بتواصلك معنا. الله يبارك فيكم، شكرا. صباح الخير عليكم. صباح النور. صباح الخير استاذ. مرحبا لاله. الله يبارك فيك استاذ. عندي ما عادش نقول مشكل، ولكن عندي واحد الوليد تفرقت انا وبا عنده عام ونص، عاود زواج، تولد ولد وليدات اخرين، هو عايش معايا. ولكن المشكل اللي عندي هو انه كما كتقول ديما سمح لي راسي. مرحبا مرحبا. الله يبارك فيك. عندي ذاك المشكل هي المانك دو كونسونتراسيون. دونك اون شونجي دو فيل، ما بقيتش ساكنه في لا ميم فيل مع باه.
كنشوفو بوندون لي فاكونس. شكون اللي عنده هذا المشكل في الكونسنتراسيون؟ هو ولدي عنده 5 ans et demi. وفا كيفاش وصفي لي الاعراض ديال هذا الموقف؟ غادي نقول لك الاعراض ديالو هو الي تري انتيليجون. انا كن انا مو كنعرفو كيفهم بزاف، عنده الفوكابولير، كان كيهضر الاج دو ان اون تبارك الله عليه، وهذا جو نكوراج طول الطون زعما كنشجعو هذا. ولكن في ليكول عنده بروبليم. باغ اكزومبل كان كنلاقي في موين سيكسيون لا ميتريس ديالو قالت لي راه خصكي تدخلي عند الاو ار ال عنده ان بروبليم ديال لوديسيون ولا تدي عند لوختوفونيست. قلت ليها داكوغ. انا ماشي عقلت، ديتو عند لوختوفونيست قالت لي اي بارفي سيت انفون الى با بروبليم. ديتو عند الاو ار ال قال لي اي بارفي سيت انفون ما عندو حتى شي بروبليم لوديسيون. عطاوني سيرتيفيكا درتها لي في الكارني سونتي ديالو، ما كان حتى مشكل. عاودني رحت دابا جيت لهاد ليكول اخرى جديده، لا ميتريس ديالو داك النهار بقات عليا قالت لي وي جو دوت با كيلي انتيليجون مي الى ان بروبليم دون لو جروب. لو بروبليم ديالو هو انه اتون شي بلاتي جاري عنده بروبليم ديالو. اسمح لي اسمحوا لي تفضلي. البروبليم ديالو بقات المعلمه تتهضر معايا وهذا دونك انا كومونس هادي شكيتي وهذا شي تقول لي انا جي ان دوت كي سوا عنده انديس برادي انديس برادي. قلت لها داكوغ. قلت لها جو كوني با تخي بيان سو مو. قلت لها لا ديسلكسي جو لا كوني جو كوني دوطخ تارم مي هاد لو مو دخل في حالتي. انا شو ان تيبي بيرسون انغواسي دو ناتور ما نعستش. بقيت نقلب في انترنت على هاد لو بروبليم، لقيتهم بان سي دي زانفو مالا دوا. دونك منين مشيت لعندها نغد ليه لوندوما ما طاش تهضرت معاها. قلت لها ايكوتي قلت لها مون فو اللي با مالا دوا يسابي تو سول يلبي سي زابي تيفطر بوحديتو يغونفيرس با سي فار يليكخي بيان بارابور ا سون اج وهذا وهذا. قالت لي ميا. قلت لها سور كوا فوزيت بازي باش تقولي لي ولدي عنده هاد البروبليم هذا؟ قلت لها فو سافي با دو كوا فو بارلي. قالت لي سي جي ديجا يو دي زونفو كوم سا. ماشي مشكل. قلت لها عطيني. قالت لي كونتي دون لو جروب quand on je lui adresse la parole, il est toujours absent et toujours dans ses pensées. Il a peut-être il s'ennuie mais à quoi? Ça je sais pas. Peut-être un doute là chez Moshki les voix que c'est un enfant d'un qui est issu d'un divorce, il part ma pas ou qu'on a fait un an mon mari l'amour qu'il faut. Ça je veux. Alors, il y a ce mahti li afakhti. Oui. لا لا بالعكس بالعكس، انا خليتك تتكلم باش نخليك من جهه تفوج ومن جهه ناخذ معلومات. يعطيك الخير. في اوروبا عندهم في المؤسسات المدرسيه ثقافه وحب التلميذ وحب لخدمه الانسان. فنصيحتي لك ما تكونيش في موقف دفاعي تدافع على ولدك. حاول تاخذها كسند، فهي بتجربتها. انا خديتها سكو جي في هي بتجربتها، حيت الطريقه اللي كنتي كتوصل لي الحوار اللي داز بينك وبينها بحال اللي واحد الوقيته شككتي في الكفاءات الثقافيه على اساس هي استاذه ماشي بيدو بسيكياتر ولا ماشي بيدياتر وماشي من خلال تخصصها تقول هذا الكلام. لا هما في اوروبا عفاك، هما في اوروبا عندهم ثقافه عامه، عندهم ثقافه عامه في الطب، عندهم ثقافه عامه في التكنولوجيا، عندهم ثقافه عامه في بزاف الامور. الناس مثقفين وحنا ناس معقدين. شتي دابا والله يرضي عليك، حنا في البلاد العربيه انا من ذاك الزينه شتي عفوا لا، حنا في البلاد العربيه معقدين، لا نرضى بالراي، ما كنتقبلوش الراي، ما كنتقبلوش شتي ما كنرضاوش. هما ناس كيتقبلوا النقد وعندهم ثقافه، ما كنقولش عليهم راهم مثاليين، ولكن هما فايتيننا في هذه البلاصه هذه. فهما عندهم ثقافه عامه كبيره، ناس كيقراوا الكتب بكثره، عندهم برامج ثقافيه راك تبارك الله كتشوف الكم الهائل، غير كدور على القنوات الفرنسيه ولا الاوروبيه وشوف من الاثنين حتى للحد شحال من عدد الافلام وشحال من عدد البرامج الثقافيه. غادي قد برنامج ثقافي فيلم، برنامج ثقافي فيلم. فهنا نصيحتي لهذه السيده، اولا تاخذها كسند تقول لها وي مدام بصفتك استاذه بصفتك كذا عندك معلومه، وهما في اتصال عندهم البسيكولوج ترافاي تيكون في المدرسه والثقافه تبعتهم كتدخل، يعني الاستاذ كياخذ من البسيكولوج والبسيكولوج تياخذ من الاستاذ، ما عندهمش هذاك الديكوتومي. حنا اللي عندنا، حنا اللي عندنا ماشي التخصص ديالك، انا عندي الفيستا بيضاء وانت عندك الفيستا قحله سد فمك. حنا اللي عندنا هاد العقد، لان حنا كنحماقوا على الكرسي. شتي حنا عندنا لا بوليتيك ديال الكرسي ديال لو بيرو،
مازال عمرك شتي شي اداره في العالم العربي عندها لو هوم اوفيس. الهوم اوفيس يعني البيرو في الدار. نو خصك تحضر تبوانتي دير صبعك في لاباراي. دير صبعك الا كنت كتصنع السردين ما تصنع فيه والو غديرو في العلب. دير صبعك الا كنت كتخدم في شركه الحديد ولكن الا كنت كتخدم في التيرسيال وكتخدم في الانجينيوري ديال انتيليكتويال وكتخدم بالعقل علاش انا نجي نبوانتي في البيرو؟ انا نبقى في داري ونشد الاورديناتور ونخدم احسن واحد في البيرو. ها لا لا ما عندناش حنا الثقافه بوغتون كنقولوا براسنا متفتحين. هافي كنقول لكم العقد. نصيحتي لهاد السيده شي واحد تحرق على لا تخيل لا سناء دابا انا وياك في واحد المطبخ ياك ولا قدر الله بحال هكا قلت لك عافاك مدي لي هذاك الكاسرونه حنا كنوجدوا شي وصفه للمستمعين هكا او تحرقتي شحال الوقت باش كتبرد الحرقه على قدر ديك على قدر الجهد ديالها ديال كانت خفيفه كتبرد دغيا اه ولا كانت كبيره كتبقى تحرق. دابا الطلاق شحال خص الوقت باش تبرد الحرقه ديالو في الدري شحال تو على حسب على حساب على حساب اللي كانوا مجموعين فيها. الله يخليك على حساب لانتونسيتي لانتونسيتي الشده والقوه باش كانوا مجموعين. دابا جوج كانوا تجمعوا واحد 3 شهور ولا تجمعوا عام وفي هذيك 3 شهور ولا هذيك عام كانوا يتخاصموا وعندهم مشاكل وعندهم كذا ولكن شتي راه وسط المشاكل والخصومه راه كيكونوا بعض الناس كيحبوا بعضياتهم. لهذا الطيف العشق راه عنده تركيبه غريبه. تقدر المراه تكون كتحقد على الراجل تسبه ولكن ملي كتجامعو كتولي كيولي تحمق عليه. ويقدر الراجل اللي يكون تيسب في مرته وما حملهاش ومقيتين لي 10 في الليل بدا يحمق عليها في ديك الساعه. فالخاصيات ديال 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 العشق ما عمرنا ما كنقولوا عليها كاين ولا ما كاينش ما كنصدقوش الخطاب كنصدقوهش لان هذاك الخطاب الي رابورتي داز بلا فونكسيون ديال لو رابورتور. شنو هي لا فونكسيون ديال رابورتور؟ هي ملي كتمشي للمحكمه ولا كتمشي للبرلمان كتلقى واحد الشخص ينقل الكلمات في المحكمه. دائما كتشوفوا راه كيكون القاضي والنائب ديالو النائب ديال النيابه العامه وكتلقى واحد كينوب على كتابه الضبط وسميتها كتابه الضبط يعني كتضبط الكتابه وهذاك تيدير الدور ديال رابورتور. شتي حنا في البروسيس بسيشيك عندنا واحد لا فونكسيون اللي خصنا ننميوها ونقادوها اللي كتولي لو رابورتور. هذه هي اللي كنوصي بها الوالدين كنقول لهم ردوا البال راه ولدك الا شتيه تينقل لك الخبر خطا ما تقولش عليه بسرعه كذاب. ما عرفش نقل قول ما عرفش نقل لي بطريقه لغويه شفهيه ما نظر بعينيه وما سمع باذنه او ما عاش بحاله. مرحبا. اذا مستمعنا لو سمحتوا غادي نتوقفوا ولي لا فلا بغات هاد الام تحس بالقرحه والحرقه وهنا ماشي غرض ديال الله يخليكم نحسس ليها بالذنب ولا نجعلها تلوم لا 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 ماشي هذا المقصود. وقع اللي وقع طلاق راه وفاه مصغره للعائله. كاين الوفاه الكبرى والوفاه الصغرى. الوفاه الكبرى ملي كنمشيو للقبر الوفاه الصغرى ملي كيتفارقوا الناس. فهاد الطفل هذا بغات الام ديالو وجميع الامهات يحسوا باش كيحس ولدهم تشوف شي ام ملي كيموت لها ولدها ولا بنتها باش كتحس؟ كتبقى قادره تخدم؟ لا. تبقى قادره تعلم؟ تبقى قادره تبقى طبيعيه؟ سؤال واش كتنسى ولا كتناسى الام لما مات لها بنتها ولا ولدها؟ كتنسى ولا كتناسى؟ عمرها ما تنسى. غتولي فيما تشوف صوره بنتها ولا ولدها فيما تسمع شي صوت ولا تشوف شي فيلم دي فيديو ولا شي لبيسات ولا حويجات كتشوف المراه واخا دازت 10 سنين ولا 15 عام ولا 20 عام كتبقى تبكي ومريضه في حالها صافي؟ دابا ترونسبوزيسيون حولوا على الدري الصغير. دري صغير كيمشي للمدرسة كيشوف بابات جايبين وليداتهم في الطوموبيل. بابات كيخرجوا مع وليداتهم للبارك. بابات كيجيب لولده حلوة. ها؟ كاين الزوج ديال الأم. راه يقدر يدير العوض، كاين الشروط. شنو هي الشروط؟ هي الدري خصو أولا يفهم. راه قلت لكم ملي كيتعرض الطفل الواحد المساس في الجسد ديالو من طرف شي 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 ملعون اللي كيقيسوا في الكرامه ديالو الجسديه. اول سؤال تيطرح عليه الطفل تيقول لك علاش دار لي هكاك؟ علاش دار لي هكاك؟ هذا علاش كيحط الطفل هذا السؤال علاش؟ سيت اون تونتاتيف دو سامبوليزاسيون محاوله
باش يوضع في البنية الفكرية ديالو النفسية جواب عنده فراغ الفعل اللي دار عليه واللي دار فيه خلق فيه إحساس. الإحساس خلق فيه سؤال. السؤال كينتظر جواب. شتي ماشي الجواب ديالك انت، الجواب ديالو هو. انت خصك تعطي غير محاولة بحال البيفي، كتعرض عليه اليوم غدا كتعرض عليه أجوبة، كتعرض عليه أجوبة حتى واحد لقيته هو من هذاك البيفي اللي كتقدم ليه انت فيه الأطباق هاشلاضها خيزو كذا وكذا، كيجي هو وتيركب واحد. إذا شحال الوقت خصني باش تبرد ليا الحرقة ديال فراق با؟ كاين اللي خصو شهر، كاين اللي خصو ساعة، كاين اللي دقيقة ما كيعقلش كاع، وكاين اللي كيبقى جارها مسكين عام وعامين وثلاثة. عطات هي واحد الإشارة قالت لك أنها عندها بنية فيها الانكسيتي فيها الخوف. انتبهوا الله يخليكم على الليات العربيات الأمازيغيات. العربيات الأمازيغيات من النساء في العالم اللي عندهم أنوثة عالية ورهفة ورقة عالية. لهذا كتشوفي المغربيات دائما في البلدان العربية كيغيروا منهم النساء الاخرين، كيقول لك خطفت رجال، راه ما فهموا والو، راه ماشي خطفت رجال. خاصة المغربيات عندهم واحد العرف في الأنوثة ثقافة النساء عندهم. فملي كتمشي وحدة معلمة في ثقافة النساء هاو تطيح لك قدام وحدة في السعودية وحدة في الإمارات، كي غدير حدا أخرى كي غدير؟ تخيل بحال اللي جبتي فريد الأطرش في العود وجبتي حداه واحد كيدندن، على ما غيميش الأخر بودنو العزف فريد الأطرش مع دندن. فملي كتكون ليبر سونسيبيليتي الرقة والرهفة إلا ما طعماتش المرأة مولات الأنوثة العالية الرقة والرهفة كتعطي ما يشبه الدخول لونكسيتي ما يشبه. وجامعة أمريكية دارت دراسة حول الدخول لونكسيتي دونكواز. أشنو استخلصت هذه الجامعة الأمريكية؟ وهذه الدراسة راه تنشرت مؤخرا في ياهو، يمكن الناس في ياهو لأنه هما للأسف ما كيخليوهاش موجودة في الموتور، كينشروها غير واحد شهر ومن بعد كيزولوها، كيخص واحد يخلص باش ياخذها. شنو لقاو في هذه الدراسه الامريكيه؟ بان الناس اللي عندهم اعراض فيها لونكسيتي اي لونغواس باغلبيه عندهم رهفه ورقه وذكاء عالي. سو سون دي زيبر سونسيبل اي دي زيبر انتيليجون. هاد جوج ديال البنيات هادو ملي كتكون الرقه والرهفه والذكاء العالي كيبدا يعطي نفس الاعراض بحال هذاك اللي عنده لو تروبل لونغواس اي لونكسيتي. فهنا خاصها بعدا هي الاولى دير لا سامبوليزاسيون، حيت دابا الانسان ملي كيطلق او لا كيوقع شي خصومه ولا ما كيتمش عمليه الزواج وكتمشي كيتزوج، ما كيبقاش دار لينا العمليه الفكريه بما وقع في الماضي. صافي بقى عندها ما تفكر، ما توافقوش يا السيد طالقوا عايشه حياتها. ولكن دابا واش غتفكر ليها ولا غتفكر ليه؟ تبعتي معايا؟ دابا الطفل راه مجرور راه محمول. فإلا بغيت ولدي ولا بنتي نساعده في استيعاب فكرة خصني نستوعبها ليا ليه، خصني نستوعبها ليا فيا ليه، لأنه هو راه فيا في اتصال، باقي هذاك الاتصال الروحي. فإلا ما استوعبتهاش هي شنو هو الطلاق بالنسبة لها، علاش طلقت وشنو هو الأسباب وشنو علاش ما حاولتش، وتوصل ولدها هنا في النقطة اللي شوية صعيبة اللي خص يكون واحد الفنان ولا فنانة بجنبها باش تطلعها. كندوزو ولدنا من لا كوليغ لا ديتيستاسيون وما تنخليوش يدوز من لا كوليغ لا ان. اتونسيون راه شتي بحال اللي غتخرج مادة نووية غتستخلصها من القلب ديالو، غادي نغضب ولدي غنجعلو يعبر على الغضب، لأنه ولا ما غضبش الغضب راكو في خبركم سيت اون اكسبلوزيون، وإلا سكت غيتفص سيت اون امبلوزيون. دابا القدرات ديالو هي الام ديالو عارفه كتقول لك دكي وكيفهم وتيعرف، بمعنى راه عنده قدرات فكريه يقدر يفجرها. يعني لاحظتوا في العربيه كنقولوا فجر الطاقات، باش تفجر الطاقات خصك تدوز للشراره، الشراره غتعطيك صيغه الشراسه، الشراسه خصك تاثرها ملي هو غيدخل في الشراره وغيطلع الشراسه، ملي غادي تاثرها غادي يغضب، لان ديك الساعه الموتور كيبدا يضرب باش يطلق الانرجي.
ملي غادي يغضب كيبداو كيخرجوا جوج ديال التويو. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اش دار، كاين الغيره وكاين الحسد، هو يدحي لينا كاناليزاسيون الوسط. قال لك الغبطه، قال لك الا ما دوزتيش لو فلو ايموسيونيل في الغبطه راه غيمشي لك اما غيره اما حسد. شوفوا شوفوا العبقره، شوف العبقري اللي عطانا الله. فراه منه ملي درست انا هذه الفكره ديال النبي صلى الله عليه وسلم، قلت حدا كاين الغضب الى كولير لا ديتاستاسيون لاين. الا ما ضربتيش في الغضب شنو هي ديتاستاسيون؟ واحد الطفل تيقول لموش تو ديتست، وهذه هي فين كيحصل الطفل اليتيم اللي كيربيوه عائله، لانه ملي كيتخاصم معاهم وما كيشريوش ليه اللعبه وما كيعطيوش اللي بغى باسكو بغاو يربيوه خصهم يربيوه، كيدوز هو من الغضب يا اما يتفص يا اما يحقد. وهي لا، خصو يغضب ما يتفش ما يحقدش، ولكن يدخل لا ديتاستاسيون. شنو هي لا ديتاستاسيون؟ هي هذيك نافر منه كينفر. واش كنقولوا حنا كينفر؟ اللي بغى يشوف كينفر خصو يزفر. وشنو هي الزفره؟ كيزفر هو شي واحد راه ماشي ريحته زفره، كيزفر هي كيخرج الريح بالجهد من نيفو وكتجي حداها كيزهر. حتى مصطلحات في العربيه كدايره، القاوم لي بالدارجه ديال الكاسول الله لقيتهم. ها قال لك باغي يدرج، ايوا درج، تولي انت براسك دروج اوتوماتيك غادي انفيرسي، ما داوي على حد داوي على راسي، انا داوي على راسي مره مره كنولي بحال الهول العونيات عاك نهيلل. اصبروا معايا المغاربه. فلقيت اللي غنخرج ولدي لا كولير نغضبو، حنا خص يكون قلت حداها شي فنان ولا فنانه او لا قدرات هي لا عرفات، لقات راسها ما عرفاش مشيت 16 غادي نجيبو الوليد. كاسكو تو كاسكو تو بروشي، شو واقع لك؟ عندك بيتك، عندك كذا، محروم من باك ومن بعد، ماشي غير انت بوحدك اللي ما عندوش باه، ماشي غير انت شي غادي نبقى نحرك فيه هاي غتقطر على كوليغ الغضب جي 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 جي. شويه غادي يخرج شتو داتست الذكيه والذكي ما خصوش ياخذها كومبليتمون فري، ما خصوش ياخذها كومبليتمون فوس، غتاخذها بارسيالمون فري مي افيك اون نيونس ريلاتيفيتي. حنا غنرجعوا اينشتاين لا هو مول النسبيه. ها في خبارك العبقريه اينشتاين فين 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 غيحطها؟ غادي يحطها بانه القطارات ملي بدات السكك الحديديه في اوروبا كان غنسكه وحده، كان تران غادي وتران جاي في سكه وحده، كانوا كيوقعوا لهم اصطدامات كيتلاقاو وسط سكه جوج تران لانه التوقيت ما كانش سانكرونيزي. فهو من الناس اللي لقى الحلول باش يدار لا سانكرونيزاسيون ديال التوقيت، علاش هو غادي يعطي في لا تيوري لا ريلاتيفيتي ريسترانت، لانه هو غيحط بروفي وغادي يقول لهم ها كيفاش خصكم تحسبوا. عرفتي شنو لقى السي اينشتاين ولا؟ كانوا دائما في العالم قبل النظريه ديالو في التوقيت كانوا تيحسبوا اور ديبار دو باري، يعني انطلاق تران من باريس، انطلاق تران من مارسي، انطلاق تران من سويسرا من جنيف. اينشتاين دار توقيت خاص بكل قطار، قال لهم غتبقى ما غنبقاوش نحسبوا انطلاق باريس ولا غادي نوليو التوقيت غادي نحسبوا، دار الكل بحال انت غيدير لك وقتك انا غيدير لي وقتي. قال لهم الوقت راه متصل بالكائنات بالاشخاص بالاشياء ماشي متصل بالمواقع. وقال لهم كل ما مشيتوا بسرعه كل ما كانت حركه كل ما مرور الوقت كيولي بطيء، وكل ما بقيتي راكد وجامد كل ما الوقت كيدوز بسرعه. شاف 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 قل اعملوا فصير الله عملكم ورسوله. شوف العمل عندنا اللي تحرك، علاش دابا كتشوفوا الدبانه دائما طايره؟ لان حياتها هي غير عيومين وقريبه ثلاث ايام، فعلاش كتبقى هي دائما في حركه؟ لان بالنسبه للطيور ريستخانت عند الدبانه مادام انها دائما في حركه فوقتها كيولي بطيء ما كيمرش بسرعه ديك ثلاث ايام عدايه. غادي نواصلوا باقي المكالمات معنا. سلمى من تطوان. الو سلمى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سلمى الله يجازيكم بخير على هذا البرنامج. مرحبا لاله سلمى. نشكركم بزاف سيدي الله يبارك فيك. احبكم الله ورسوله لاله. انا عندي واحد الوليد عنده تقريبا 6 سنين. 6 سنين هي وما عرفتش مع باه ما كيتفاهموش نهائيا. ما كيتفاهمش هو باه. الاصل ديال باه منين؟ ريفي من الناظور. راه هادشي اللي بقيتني نقول لك، غتقول لباه قال لك حيت انا عندي واحد العرق ريفي ديال الناظور عندي مخالط معكم واحد شويه تما، قول لي قال لك خالك الدريبي دخل سوق راسك، قول لي دخل سوق راسك، راني كنعرف ريافه وكنعرف كيفاش كيربي ولادهم ريافه.
قول لي لا ولكن رباه راه سولتك منين جاي باه ريافه كنعرفهم ريافه حبابي خوالي عزاز عليا اكثريتهم معقدين عندهم جوج الحوايج الماكله والشراب وسد فمك داكشي اللي كاين راني تنعرفهم راه قلت لك خوالي تاكل يتهلاو فيك يتهلاو فيك مزيان ماشي كلهم بعض منهم تاكل مزيان تشرب مزيان تعارضوا وتقول لي راي مختلف ما يتفاهمش معاك والو ما كاينش عنده شي افكار فراسو غتقولي لي قال لك غتقول لي قال لك ولد اختك المامون غتدخل سوق راسك ولا غيجي عندك حتى لتطوان ديك الساعه عند فانا وانا وياه تما في تطوان نعم يا تفضل بعدا ما خصك تشرفنا بعدا راني جاي راني عندي واحد اللقاء في الحسيمه وفي النضر مانيش غادي ننسى بلاد خوالي وي وي انا راه عندي شي عروقه جايين من فاس تازويين عندي شي عروقه شاربين في دكانه وعندي شي عروقه وشي عروقه شلوح انا راه عندي خوتي شلوح فرق حيت الوالد عندي فرخ شويه هكا راه عندي خوتي شلوح مرحبا لله تبارك الله فين تيقرا ولدك في الدراسه كي داير؟ دابا هو في لا غروند سيكسيون شويه شي مرات كيبان لي ما اثر الدراسه حتى في شخصيته كيبان لي بحال مهزوز كيخاف بحال ربما حيت ملي كيخرج معاه ولا ما يا ودي يا ودي هذه هو العقليه الله يهديهم ديالنا دابا حتى انا كثرت مع مثلا المشاكل اللي كتوقع بيناتنا وداك الشيء حتى انا وليت مع الصداع المشاكل اللي كتوقع بينك وبين زوجك إيه بحال اش المشاكل سيد كاين وما كاينش في نفس الوقت يعني حاضر هو غايب ماشي معانا بحال اللي ما عايش معانا شحال في عمره 37 عام لالا في اخبارك بان ريافه في المغرب هما الناس اللي اداو الثمن غالي في الحقبه ديال الحمايه وحرب الريف ريافه خاص المغاربه في كل صلاتهم يديو معاهم وإلا كان ممكن نقدموا لهم كاملين واحد الهديه رمزيه على المحنه اللي تمحنوا والعذاب اللي تعذبوا في هذيك الحقبه وباقي لدام ساكن تيخلصوا فما غتلقاش في شي عائله ريفيه قلبوا وحده وحده اللي ما غتلقاش واحد ولا جوج مرات نفسانيه دوروا انا كنعرفهم دوروا وحده بوحده غتلقاو الام او الاب ولا الاخت ولا الابن امراض نفسيه عويصه مسكن فهذا ما عندنا كي نديرو الضربات هاد الضربه هادي هزو مسكن هذيك الدقه ما عرفتش حتى انا ما بقيتش عارفه كيفاش نتعامل معاه شتي عافا اختي الله يرحم لك الوالدين نصيحتي لك انتوما تطوانيين اعطاكم الله واحد الرقه وواحد الثقافه وعطاكم الله واحد الاستيتيك انتوما الناس تطوان خاصة تطوانيات كتعرفوا صيغات الجمال فراه ماشي صدفة جات زوجك هاد السيد لأن الجمال بوحدو وصيغته لأن كاين الجمال وكاين صيغات الجمال مرة تقدر تكون ما جميلاش عندها حروف الزين ولكن الحطة ديالها وكلامها ولباسها وطعامها كله جمال فتتولي هي بحال واحد اللوحة دايرين بها الألوان الطيف كتحمق فنصيحتي لهاد السيدة هي بنفسها شفاء ودواء لزوجها ولولدها دابا هنا فين نتوما لاليتي الأمهات نتوما النساء ربي يحفاكم بالرقة وبحمل الأثقال تخيل رقيقة هي مسكينة المرأة وقليولة ولكن راه حمل الأثقال راه كتهز 180 كيلو 300 و500 كيلو بغيتها تمشي دير شي نشاط ثقافي في شي معهد دخل شي بلاصه تلقى فيها النشوه لان خصها دابا تجيب الجهد ليها والجوج اخرين معاها انا علاش بالبسط وبالضحك عاتبت راه كنت كنبسط مع ريافه راني عارفهم وعارفيني كيفاش كنقدرهم ونحبهم راه ماشي غير بغيت نفوج عليها هي باش تنفس شتي الوقيته اللي غتمل صافي طاحوا هذوك الجوج دابا راه هي حامله هي هزه فخصها لابد ما تحافظ على النقاهه وتحافظ على صيغه الجمال راه غنطلب منها شيء من المستحيل ولكن تقد عليه بشرط انها ما تملش وما ما تحس براسها يعني بحال اللي فشلات في مشروع حياتها راه ما فشلات والو
دابا ملي كنقول الجيل المعطوب مالو غادي ما غادي نفرطو فيه ما نفرطوش فيه. تعطب في حرب، تعطب في فقر، تعطب في مشاكل، ولكن راه كاين بنات الناس اللي ملي كتشوف الراجل داخل في هذاك التزنوت والتزموت ومزير وبغي كوموندي فولد وكذا كتخلي الاب يخرج تقول للدري عافاك ولدي عافاك راه باباك راه تيبغيك ما كيعرفش مسكين شي اسلوب اخر صبر معاه صبر معاه وقول له واخا بابا ودير لي خاطرو. الاطفال الى لقى اسلوب اخر كيمشي. الا حنا باش تربينا راه كنا لا دخل الوالد راه الا سمعك درتي تموت. الشريفي الله يحفظ هذه الوالده تغدينا قبل ودير لينا كذا باش تدوخ وتدوزو هو حنا الثقيل. وإلا مشات انا تصد على شي واحد ومسكين جات فيه الدقه ولا هذا كتجي هي كتقول لك صافي ولدي الله يرضي عليك صافي راه باباك لطفي كذا كدوزي لك. فالام كتولي مسكينه هي انتيرفاس هي هذيك الواقي لا مورتيسور ما بين الحديد والطريق والحفاري الحفاري 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 اللي عندنا حنا واي 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 الحفاري. كتلقى الشارع دايز قدامك من هنا مقاد ودخلي مع الزناقي يا بنت عمي وحي تولي زرموميه خصك تبقى رجلها بطرجل طالعه غدا بحالكم بق بق بق. ما خليهم خليهم قال لك يسيروا الشان الجماعي الله يعاونهم على الشان الجماعي كادوا على الحفاري بعدا. فنصيحتي لها تعرف بان هي السقايه ديال صيغه المتعه راه غتمل غتعيا خصها تلقى العواض شيختها ولا شي صاحبتها ولا 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 شي نادي ولا شتي دير واحد الزمان خاص بها تمشي تقوت فيه نفسانيا تعمر شويه الجهد تجيب شويه المتعه لان هذاك الوليد وهذاك السيد راه محتاجين ليها. شتي غير ريتها ما الوليد ديالها يعمر جهاز المناعه النفسي وتولي تعامل مع باه واخا يغوت واخا يدير تولي تحملها وما كتاثرش عليه. الا ما جابتش هي صيغه المتعه وبقات كتفرض دابا مسكينه راه شتي راه كتقول لك عندنا مشاكل انا وياه ما تقولش مشاكل هو ما قادرش شي مشكل مع جوج قادرين اما واحد ما قادرش وواحد قادر ما عندكش مشكل معاه هذاك راه عنده صيغه الضعف. فصيغه الضعف ملي كطالب لي انا نحضر معاك ونسهر معاك وما عنديش قدره عذبتيني. غادي ناخذ صالحه من الدار البيضاء. الو السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. الا سمحتي عافاك طفي الراديو الله يخليك. اييه كي دايره استاذ؟ مرحبا لاله صالحه. لاباس عليكم؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. توحشناكم. كي دايره لاله سناء؟ الله يبارك فيك لاله صالحه. بارك الله فيك النور ديالكم هذا الله. مرحبا لاله صالحه. استاذي عندي واحد التساؤل ان شاء الله ان شاء الله باذن الله لاله. ودابا راني معايا الناس يعني كاين خط حتى الناس برا اللي كلفوني باش. مرحبا مرحبا اختي مرحبا تفضل. اسمح لي يا استاذ بزاف. مرحبا مرحبا اختي حنا في خدمتكم تفضل. انا راه ديما راني متبعاك وراني غاده معاك. مرحبا لاله صالحه. ما معطوباش والله ما معطوبه. شوف حنا بغيناك لا انت ولا وليداتك ولا ذريتك عمرهم ما يوصلهم شي حاجه من هذا الشيء اللي تسمع. لا لا من نهار الحمد لله من نهار شتك وعطيتيني الوقت عطيتيني الطاقه. الله الله يعني شي مسائل درتها إلا قلتها لك دابا غيتسحب لهم الناس غير كنتباعها. لا حول ولا قوة. حتى تكون شي فرصة إن شاء الله. إن شاء الله. وراني كنخطط لشي فرصة وغنحكي لك كل شيء. مرحبا شريفة لاله صالحة تفضل تفضل أختي تفضل. أشكرك. أستاذ واحد المشكل عند واحد العائلة عزيزة عليا برا. عندهم واحد الشاب كيدير شي حركات لا إرادية. شحال في عمره؟ شحال في عمره؟ في عمره دابا قول قرب يدير 18 عام ولكن هذا المشكل بداه كان شوية صغير. ديك 9 سنين 8 سنين باش بداه والمشكل غادي تيتطور حركات والفاظ. الو كنسمعك لاله. حتى شي الفاظ لا اراديه كيديرهم داك الطفل كيقولهم من ناحيه العقل ديالو تيقرا مزيان يعني الحياه ديالو عاديه. وصف لي هاد الشيء شي حاجه في هاد الحركات ولا في هاد الالفاظ. الحركات مثلا كيضرب راسو كيضربوا النور ولا تيهز يدو تيضربوا ولا سنانو تيغزغزهم. هذا هو المشكل. والالفاظ؟ الالفاظ كيقول كيقول شي الفاظ. شي الفاظ يعني في قله الادب شي حاجه خايبه؟ واحد المره تناول واحد اللفظ ماشي هو هذاك واه. هادشي من مع عمرهم عرضوا على شي اختصاصي ولا شي؟ جابتو هنا عرضتو على اكبر اختصاصيين هنا عندنا في كازا. ما فهموليش. هما فين بلاد هما؟ هما بروفيسور قال لك خصو جراحه ودابا تما برا يلا مؤخرا داروا ليه كونترول نعسوا عندهم داروا ليه سكانير وكل شيء دابا راهم باقا في البحث ربما قالوا لامهم
للام قالوا ليها ربما غيحتاج شي عمليه وحنا تخوفنا من هذه العمليه. دابا من شحال نختار وانا كنحاول نتصل بك غير باش تنصحنا اش غنديروا مع هذا الولد. واحد الواقعه وقعت لي مع واحد العائله كنت كنخدم مع ولده في الدراسه. وهاد الام هادي ملي كتحضر معنا في التمارين ديال الرياضيات والقرايات لوليداتها واحد الوقيته كتبقى تهضر بحكا وحنا كنشوفها وكيبداو عينيها يخرجوا واحد هكا كتشوف العين كتم جايه خارجه من لوربيت. انا ظنيت بنيه ديالها طبيعيه حدا سولتها قلت لها لا واش كنتي هكا ولا طبيعتك هكا ان عينك ملي كتركزي كيخرجوا واش تزاديتي هكا ولا قالت لي لا راه عاد ولات هذا الامر. قلت لها الله يخليك لما استشر مع الطبيب ديالك وقول له يدير شي فيريفيكاسيون على الجالاكتوغي. عطيتها هاد السميه قلت لها غير سير عند الطبيب ديالك وقول له الله يخليك يدير شي تنقيب وشي فحص في هذا الاتجاه الجالاكتوري. مشات لعند الطبيب ديالها بداو يبحثوا في هاد الاتجاه الجالاكتوغي حتى كتلقى واحد النوع من 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 الورم واحد تيمور اللي اون بوسيير عمرك تشوف في المؤخره ديال الدماغ ديالها. لقاو ملي داروا التحاليل وداروا الابحاث لقاو نقيطات صغار ديال لي تيمور بحال 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 الزريعه. قال لي هذاك الاختصاصي اللي مشاو داروا التحاليل قال لها كون بقينا معطلين وهاد النقيطات بداو تيكبروا وتجمعوا قال لها كان غادي يكون امر صعيب. ودار العمليه ودار ادويه ولات لاباس. فاحنا حاليا في العالم بصفه عامه لا في المغرب ولا خارج المغرب التكنولوجيا اصبحت كبيره والامكانيات الطبيه وفي الجراحه وفي السكانير وفي ليماجري وفي الادويه اصبحت كبيره. فإلى ان كوليج يعني مجموعه اختصاصيين لا في المغرب ولا خارج المغرب قرروا اتفقوا بانه خاص دار العمليه والله يكمل بخير دار العمليه. اما ملي تيكونوا جوج ديال الاراء دو زافي ديفيرون واحد الجروب تيقول لا وجروب تيقول اه كنزيدوا استشاره ديال واحد الجروب ثالث باش كناخذوا الاغلبيه. اما ملي تيكون ان كوليج اختصاصيين في المغرب قالوا خاص عمليه واختصاصيين برا قال خاص العمليه يعني هنا كاين واحد الكونكوردونس متفقين توكلوا على الله ونديروا العمليه ما نخافوش. الحمد لله انا تنقول المغاربه الحمد لله اللي عندنا الدواء موجود كامل. وتخيل جدودنا الا كان مسكين جاه الطونسيون ولا مرض السكر باش كانوا كيداوه بالحلبه. واش واحد كيشرب الحلبه على الطونسيون ويشرب الحلبه على السكر ويشرب الحلبه على المعده ويشرب الحلبه على لي بيرتيرويدي كيفاش بغيتي مسكن هاد الناس ما يتعصبوش وما يضربوش وما يديروش. دابا حنا عندنا كل الاعراض عندك ليه الدواء ديالو الحمد لله. فبالعكس انا من الناس اللي كنحب الطب وكنحب التكنولوجيا وكنحب الحلول يعني اللي غادي تعطينا حل. مابقاوش نديرو لابروكسيماتيف نمشيو نديرو لا ريشيرش لا سوليسيون ديفينيتيف. الله يجيب التيسير وتوكل على الله نتمنوا لي الشفاء ان شاء الله. الا سمحتوا مستمعنا فاصل اعلان نرجعوا نواصلوا باقي المكالمات. لالا مولاتي واتاي سبا كيقدموا لكم يوميا على 11 لاروب شهيوات متنوعه. اتاي 4011 الحقيقي هو اتاي سبا وبوحدو سبا. أهم ما في الخبر الكثافة دبلوماسية وثقافة مجلتكم الوثائقية لكي دولاماب تمكنكم من الاطلاع شهريا على ملفات كاملة مقدمة في شكل أنيق من أجل الإحاطة بموضوع محدد يهم الجوانب الدبلوماسية السياسية الاقتصادية والثقافية. بعبارة أدق كثافة من الأخبار ومباشرة من المصدر. ماب قيمة الخبر. مستعدين للفوز في اللوتو؟ جاء الوقت باش تلعبوا لأنه في السحب المقبل جائزة اللوتو كترتفع لأكثر من 800 مليون سنتيم. إذا جربوا حدكم لوتو مستعد للفوز. لوتو منتوج لياناصيب الوطني. مع المحلل ميمون مبارك دريبي تعرفوا على كل ما كيخص الصحة النفسية لأطفالكم برعاية مسحوق تصبين أم. إذن معنا مكالمة أخرى معنا بشرة من بوجدور. ألو بشرة. ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
كنشكر الدكتور بزاف على هاد النصائح اللي كيوجهها لنا واللي اللي كيريحنا شويه نفسيا. بارك الله فيك اخت سناء بزاف على استضافتك. مرحبا لالا بشرى. مرحبا دكتور. ثاني نقول لك ما عرفتش منين بدا الصراحه. انا وليت معصبه بزاف. لا اله الا الله. شحال في عمرك؟ 23 عام. مزوجه ولا سليباتير؟ كنت مزوجه وما ما امتى تزوجتي؟ هادي عام. المهم تزوجت في 2012. شحال كان في عمرك ديك الساعه؟ كنت في عمري 20 عام. شنو سبب الزواج؟ كيفاش تزوجتي؟ صراحة انا كنت كنقرا في لافاك عندي عمتي في سطات وتلاقى بيا قال لي بنت ناس راني ناوي المعقول. هذاك قلت لي ناوي المعقول اجي لدار عمتي انا راه ساكن عند عمتي وكا وكا وصافي وصافي وما تعرفت عليه ما هو ما كنعرفوش اصلا. وجا عند عمتي وداكشي وصافي والناس كيشكروه ليا وعمتي شكراتو ومشينا عندهم الدار والناس كيشكروه ليا كلشي واخا انا ما كنتش مقتنعه به 100%. مي صافي الناس شكروه ليا قلت نتوكل على الله واللهم. وشنو كان هدفك من وراء اختيارك للزواج؟ شنو كان هدفك؟ تأسيس أسرة دير وليدات تدير رفيق الدرب؟ بلا تأسيس. بغيت أنا الزوج يكون صالح ويعتني بيا ويهتم بيا وقلت اللهم ندير الحلال كيف داروا بنات العائلة ولا نمشي ندير الحرام اللهم نستر كيف كيقولوا. لا بشرى هذا فكر بيبولير يعني يا اما ندير الحلال يا اما ندير الحرام. لاحظتي بيبولير 01 لاحظتي؟ وي. لا كاين ندير الحلال كاين صبر كاين صوم ندير صيغه المتعه نتمتع ماشي ندوز. هذا راه بيبولير قلت لكم راه دخل العالم فكر بيبولير هانتوما كتجسدوه. دابا نوطي لي هادي ها انت باقا جون وشربتي فكر عندك اون بونسي بيبولير. عقلي عليها. الهدف من الزواج قلتي بغيتي واحد الراجل يعتني بك. وي نأسس أسرة وصراحة نأسس أسرة أنا صراحة باغا نكمل معاه وكل شيء. لا لا بشرى خليني بعدا في يعتني. وي اسمح لي. يعتني واش كنعتنيو بالطفل ولا بالشخص الرشيد؟ بالطفل. والرشيد؟ ما نعرفش. يوما كنتي زيد كتقول الإعانة ماشي لا راه فرق ما بين الإعانة والاعتناء بنتي الله يرضيها. قلتي يعتني بيا ما قلتيش يعاوني. قلتي يعتني بيا يعني يعتني بيا هي يراري بيا هي بغيت شي واحد يهزني ويعنقني ويقول لي خذوني لالا خذوني. اذا علاش باغا تحبي؟ هو الحب راه طبيعي نبغيو نتحبوا ولكن ما نكونش في صيغه المحمول نكون في صيغه الرفيق يعني نكون كابابل غدا الى زاد بحالو نعيش بلا بيه. اما انتم غاديين طالقين بزول تمكم وكتقلبوا على شي واحد اخر يعطيكم رضاعه. فدابا هاد صيغه الغضب اللي كتعاني منها واش صيغه الغضب ولا صيغه عدم اكتفاء؟ لو نو اكسي ا لوتونومي انعدام قدرتك على توصل نفسك انك تحقق استقلاليتك ما عمري خليك ترتاح. معنيتها لا انا عطال على امي ولا عطال على اختي ولا عطال على خويا باش نكون مستقر. النهار اللي غتغيب امي ونهار اللي غتغيب اختي ونهار اللي غايب خويا غيطيح لي الميزان. اما الا مشيت حطيت لاكس دو سيميتري فم قلبي وصبرت على فرق امي وصبرت على فرق بويا وصبرت على فرق اختي وصبرت على فرق حبيبي النهار اللي غيغيب ما غنحماقش. فلاحظتي ملي سولتها شنو هدفها من الزواج ياك شتي راه هي بدات كتقول عصبيه متعصبه وعما كتقدرش هذا. قالت 23 سنه بمجرد ما قالت 23 سنه قلت لها واش مزوله لا؟ علاش سولتها بنت عمي الزواج؟ لان عارف ان المعضله ديال البنات في هذا الوقت راه قلت لكم يخرج جن جن ويتسيف بنادم خمسة دقائق يتزوجوه ويقول لهم قول لهم ودي رانا جن يقول لي شوف اودي ما حدك تم سيف نزوجوك دير معنا الكارت ودير معنا وليدات وسير ولي جن. بمعنى ولينا قابلين نامبورت كوا اي حاجه عند سما مزوجه. اذا من اللي قبلتي انا ما كنلومش لالا بشرى
انا تنوصف حل ما صالحش، حل ما صالحش. ما بغيتش تلوم نفسها. دابا غتبقى تلوم انا غلط ما كاش يتزوج. لا لا لا، ماشي المقصود تلوم نفسها وتلوم الخطا اللي دارت، ماشي المقصود. المقصود ان هذا راه مازال كتنتظر شي واحد اخر اللي يجي يحبها وتعيش العوض، راه مازال باغا تعاود نفس الخطا. شدي راه الحل فين هو؟ ترجعي تقراي يا لاله بشرى، ديري تكوين مهني يا لاله بشرى، ديري البيرمي في دراعك يا لاله بشرى، تمشي تخدمي شي خدمه يا لاله بشرى، وديري فليسات تحت منك يا لاله بشرى، وتشري واحد القص ديالك كيف تيقولوا احبابنا الجزائريين يا لاله بشرى، كيف تيسميوه سلاوين عظم، تيقولي شوف شي عظيم في خوارك السلاوين الطوموبيل هذوك كيسميوه عظيم. علاش؟ لان هذيك الطوموبيله ديال مليون مليون ونص عظيم. فتيمشيو السمسرية ديال السيارات، عندي واحد الحوس مسار قال لي وتنشوفوا لهذوك الطلبه شي عظيم. قلت شنو عظيم؟ قال لي العام سي شي طوموبيله فيها الكركاس الى عاد دوز واحد الشهر شهرين تموت لي فيه دوك اسمه عظيم. فهنا بغيت لاله بشرى مادام انها جربات هاد التجربه وكانت كتظن بان الزواج حل اجتماعي، ها هي دابا غادي نحطوها في اللائحه. شحال دابا وصلنا؟ واقيلا شي 100 مليون. لا، شحال من وحده اعتبرت الزواج حل اجتماعي ولقاته ماشي حل اجتماعي؟ كان حل اجتماعي. كان دابا الحل الاجتماعي شنو هو؟ هو القرايه والعمل. اللي بغى حل اجتماعي، ملي كنقول القرايه ماشي بالضروره ليكول، ماشي بالضروره المدرسه، القرايه ديال الحرفه، القرايه ديال الطبخ، القرايه ديال التربيه، القرايه ديال الدعم المدرسي، اي حاجه تقراها. يقول الامام البخاري رضي الله عنه وارضاه: باب وجوب العلم قبل العمل. فدابا هنا لاله بشرى صدمات، محرومة، مخصوصة، وشنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو ندخلو لهذوك لي سيت ديال لي رونكونتر، وغادي نديرو جون في تري شارمون ايون دي بوز يو بروفيل انتريسون شيرش ان جون اوم دي ميم بروفيل بور فيفر اون في اوروز ايبانوي. نديرو هادي ياك، هذا هو الحل. راهم داروا الناس ما لقاوش حل هنايا. شنو هو الحل؟ الحل هو ربي لما أنزلت إلي من رزق فقير. دعاء سيدنا موسى. ربي لما أنزلت إلي من رزق. الرزق ناتج عن ماذا يا حبابي؟ عن العمل. ولاحظوا معايا سيدنا موسى في الدعاء ديالو استعمل صيغة الماضي. شوف الله عطانا على كلام سيدنا موسى إشارة لما أنزلت، يعني رزقي ورزقك راه نازل في الماضي، غير أنت ما تلاقيتيش به. فهنا تقول العلماء والحكماء الفكر الإسلامي العربي يقولون الرزق نوعان، رزق تاتيه ورزق يأتيك. فالرزق الذي يأتيك هو اللي غيجيبه لك امك وباك وخوك تا الدار، كتكون جالس في الدار كتدخل عمتك وخالتك وامك وباك بتقضية هاكا لالا سناء تشهد لك هذه البينينة وتعطيها لك. رزق يأتيك ورزق تأتيه كتنوض الصباح يا صباح يا رباح يا فتاح، وتتشمري وكتخرجي مع ستات الصباح وهانتي كذا في هاد الحومه وهانتي هنا في هاد العمل وهانتي كذا وهانتي كذا وهانتي كذا. فإذا به تأتي نظرة وابتسامة ولقاء وموعد وعقد قران بالعمل والحفاظ على الاستقلال، فتأتي النتيجة بنوعين: عاشرني بمعروف مشيت معاه، ما بقاش الإحسان زدت في حالي، ولكن غنزيد في حالي غنزيد وانا جناحي عامرين، لان قادر نمشي نبيع وشري، قادر عندي سيارتي نمشي نخدم، عندي حرفه، عندي شواهد. اما الى تجيجه مريشه ما عندها جناحين باش تطير، عندها جوج الحلول: تقاقي وتبيض وتقرق وتسمان باش تكال. غادي ناخذ مكالمه اخرى معنا غزلان من طنجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لاباس الحمد لله بخير. لالا غزلان مرحبا. انا عمري 16 عام و 17 شهر. الله 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 الله. ستيوتا ستيوتا مرحبا مرحبا. انا هاد العام عندي اولى علوم اقتصاديه. اها. وخايفه شنو غندير في لاست دوزيام سيمستر، واش كونتابيليتي ولا ايكونومي. اها. الو تفضل بنتي كنسمعك. شنو علاش قلتي علاش قلتي خايفه؟ علاش استعملتي جمله خايفه؟ ما عرفتش، خفت لنمشي في كونتا وما نمشيش مزيان، وخفت لنمشي في ايكو ما نمشيش مزيان، وانا عندي دو تخي. لالا غزلان بنتي غزلان، نسي القرايه وديري راسك عداءه، واخا؟ دابا انت هي غتولي عداءه
وبغيتك تختاري واش غتجري 1500 متر ولا غتجري 5000 متر، كيفاش غتعرفي راسك واش انت صالحه ل 1500 ولا ل 5000؟ كي غديري؟ بقى معنا غزلان قطع. انا بقى معك تفكر. قول لي يا غزلان بالقدرات ديالي واش نقدر ولا ما نقدرش؟ كيفاش غتبين هاد القدرات؟ كيفاش غتبينيها لنفسك؟ لو سوف زيد زيد ها السوف زيد بالنتائج ملي غتجري 1500 وغتحقق واحد الوقت مزيان وغتسبقي واحد العدد ديال المتابعين في 1500 وملي غتمشي تشاركي في 5000 وتجري مع متابعين وتجي انت كلاسيه الرابعه ولا الخامسه عاودتي عاوتاني في 5000 وجيتي الرابعه ولا الخامسه عاودتي في 5000 وجيتي الرابعه ولا الخامسه غترجعي ل 1500 بالك. فدابا غتمشي غتوجد نوع من التمارين دي تي بي اي دي تي دي فيهم اشياء ديال هذا العام واشياء العام الجاي وديري فروض وديري تدريبات وتشوفي النتائج اللي غتعطيك. لقيتي بان النتائج فايته 15 ردوا البال، راه ما بقاش المعدل هو 10، المعدل اصبح 13. فاللي مشى كيعول على 10 مشى فيها، راه خصكم تعتبروا 10 هي 13. فلا جيتي قل من 13 راك ضعيفه، الا جيتي فوق 13 ما بين 13 و 15 راك متوسطه، الا جبتي فوق 15 راك مزيانه تخدم بهذا المقياس. اما الا جبتي 10 عرف راسك راك مفضي حيت المعدل تبدل. واخا نسولك واحد السؤال اخر. تفضل بنتي. دابا في القسم تقريبا ما كيحملونيش البنات وداك الشيء. اي ويلي حري والله العظيم. كيفاش ما كيحملو؟ ما تيقوش حيت هما كانوا عوالين على شي حاجه اخرى، كانوا عوالين على واحد البنت اخرى تجي هي الاولى وداك الشيء. ما كيحملونيش كيبقاو يديروا داك الشيء. انا اصلا الشخصيه ديالي ضعيفه وسونسيبل بزاف. ايوا صافي. دابا حبيبه عندنا الاخبار. الا سمحتي ايا غزلان خليك معنا وغادي نجاوبوا على التساؤل ديالك. غنتوقف مازال مستمر دائما رفقه الكاتب والباحث افتح لي نفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك دريبي. الا سمحتي بروفيسور قبل ما نجاوبوا غزلان واش عندك شي اضافه بالنسبه لبشرى بوجدور اللي انقطع الخط ربما ما قدرش تكمل. وبروفيسور يعني كنلاحظوا لانه احيانا يعني كتواسي يعني المستمعات والمستمعين من تيكون عندهم شي صعوبه ولا مشكل ما، واحيانا يعني كتواجه معهم ربما كاين بعض الفئات اللي مازال ما تيفهم مش هذه الطريقه ديالك. انا من الناس اللي كنهتم بزاف بالثقافه الامريكيه وكنعتبر النموذج الامريكي من 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 النماذج اللي البلدان العربيه بغيتها تاثر بها، لان امريكا في ظرف 150 سنه تقريبا اسست اكبر انجاز حضاري على وجه الكره الارضيه هو امريكا في 150 سنه. وامريكا ما كتبكيش على الماضي، ما كتعجنش على الماضي. ومن غير امريكا بوحدها واحد شويه انجلترا، العديد من الدول عندها الحنين للماضي او الاهات في الماضي. ومؤخرا كنشوف واحد الندوه اللي داروا فيها الذكرى ديال 11 سبتمبر، ونض واحد شاب امريكي وانتقد هذاك المجمع اللي تما، فاذا به المواطن ينض ليه وتيصرخوا في وجهه بواحد القوه وتيقول له ما عندكش الحق تنتقد بلادك في هذا الوقت، ما عندكش الحق. تخيل تيغوتوا المواطنين حتى انه انسحب من هذاك اللقاء اللي كان. ما تتشوفش التسونامي اللي عايشه المغرب في طلاق الفتيات الصغار، ما كنشوفوش تسونامي اللي عايشوا اللي عايشه البلاد العربيه الامهات اللي عندهم وليدات خارج مؤسسات الزواج. هنسولو غير لاله عايشه الشنه وتقول لنا. اذا ملي كنلقى واحد الشابه عندها خصاص في العاطفه، اي واحد يمثل عليها مسلسل تركي ياكلها بحويجها. كنعرفوا حنا الثقافة الذكورية سهل على الراجل يعاود حياته، ولكن مشات لا قدر الله حملات وولدات وما عندها تكوين وما عندها إمكانيات مادية ساكنة غا مع عمتها، هنا ولاو عندنا جوج ضحايا، صبحات هي والطفلة أو الطفل اللي غادي يخرج. عمتها كتظن مع ذلك كانت شي وحدة من أهل الإحسان وعائلتها غادي يوفروا لها الإمكانيات باش تربي ولدها. فإذا شنو درت؟ بغيت واحد الطريق
نردها لها مره، ولا ديك الطريق خايبه مره، تتحقق استقلاليه وسري لها باش غدا بعد غدا ما صدقش لك الزواج عندك الامكانيه. اما العاطفه حنا راه ساهل علينا نخدموا العاطفه، ساهل علينا نقولها واخا حبيبه ومالكي وعاودي ليا، ولكن ها غنكمل معاه المكالمه وغتقطع التليفون وغادي يجيها اس ام اس من عند هذاك السيد. ياك شتي مؤخرا الفتاه اللي جات عندنا من احدى المدن المغربيه، ما عندهاش امكانيات، ما عندهاش سكن، عندها جوج ولاد، وجا السيد حملها بالثالث، ما كاينش عمل، ما كاينش سكن، ما كاينش امكانيات ماديه، مقطوعه من الشجره، جوج الولاد مازال ما لقاتش حل كيفاش تمشي معاهم. وشنو زاد؟ السيد جا وزند ليها الكريشه وزاد، مالو ما يكريش ليها، مالو ما يعطيهاش الفلوس، لا ولكن عرف يجي يحملها، ولكن باش يكري لها غبيت ويدير لها 500 درهم لا ما كايناش. اذا عفختي انا من انا واحد الانسان اللي عايش وكنشوف الواد الحار، راه قلت لكم العالم العربي كديك عاجبو الزواق ديالو وعاجبو ريشو وعاجبو صوته وما تيطلش على رجليه اللي في الغيس وفي الوحل، فكيضل يغرد هذاك الديك وتيقول شوفوا الالوان اللي عندي، ولكن رجلو في الواد الحار مدودين ودير بالقطن في نيفو وكيكملها بريحه العود، كيرش عليه ريحه العود. فاحنا هاد الافه هادي ديال لي جون مامون سيليباتير، ديال انا كنوب على الاطفال، اما الكبير شغلو هذاك راه يلقى حل. انا اللي كيقطع ليا في الكبده وفي القلب هو ملي كنشوف طفل على ديك النوبه ملي خرجنا ولقينا السيده ناعسه في الدروج ومعها جبنيات صغار ناعسين ما واكلينش على اللسان، نسيتيها فعلا؟ لا انا راه كنشوف في المكتب عندي المئات ومضروبه مازال، يعني مضروبه بالك. اذا اشنو ندير؟ نزين ليها الهوى سوا، نقول لها الله راه غيجيب لك الله اللي غيحبك ويواسيك غيصبري، راه غيجيب لك الله ولد، نقول هكا راه باستطاعتي نقول هكا. ولكن انا بغيت نمشي للعقبه، اش كيقول الشلوح؟ وري اللي سنفو غدو الساون، اش كيعنيو بها الشلوح؟ تيقول لك والله ما نرتاحو قبل نفوتو العقبه، راه ماشي كنقول لكم انا كنحب الشلوح هكاك، وري اللي سنفو غدو الساون، ما نسترحوش العقبه باقي قدامنا جايين نطلعو ويحطوهم التقديه ويجلسوا عند رجل العقبه يشربوا كاس اتاي، تقول لولده وحبابه زاد العقبه كتساينا، نفوتوا العقبه اللي هي نطلعوا ونسترحوا ملي نفوتوا العقبه. مرحبا. اذا مستمعينا غادي نمشيو ناخذوا اخر مكالمه، سميره من الدار البيضاء. مرحبا سميره. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نهاركم مبروك لاله سناء. شكرا. ذكرني باش نرجعوا لاله غزال، راه باقي طري ثاني الجو. مرحبا شريفه لاله. مرحبا سميره تفضل. نورني سيدي الله ينور. ان شاء الله باذن الله اختي منورين بكم. واحد الوليد عنده 14 عام. شحال في عمرك انت يا لاله سميره؟ انا 39 سنه. شنو مستواك الدراسي؟ الباك. اين باك؟ باك ادبي. علاش ما كملتيش؟ ما غير ما كملتش صافي، كنت خدمت مورا الباك وما بقيتش بغيت نرجع للقرايه، خدمت في العطله وصافي كيف قلتي جربت الفلوس وهذا وما بقيتش بقيت عندي الرغبه في الدراسه. شحال من وليدات عندك لاله سميره؟ عندي 4. اعطيني لاج ديالهم عافاك. عندي الكبير عنده 14 عام. واللي موراه عنده في شهر 4 ان شاء الله يكمل 13 عام. تبارك الله. اه لا راك مجتهده متابعين. تبارك الله تبارك الله. زيد زيد غير اكسيدون غير يعني ما كانش الاكسيدون ما كان مادام دخلنا البيت الزوجيه الا كان المال وكانت الصحه وكان لهنا. الله يخليكم ولدو، راه المغرب محتاج الوليدات، نسبه الخصوبه عندنا كوفيسيون 2.2 راه قليله، نطلعوا شويه 3.5 نولدوا شويه. تفضل الشريفه تفضل. وعندي البنيته عندها 6 سنين والبنيته الصغيره عندها 2.5 سنين. ايوا الاشكاليه السؤال اللي كيخصني المشكل عندي ولدي ما بقاش بغى يقرا. اين هو فيهم؟ اللي عنده 14 سنه ما بقاش باغي يقرا، ما بقاش كيقول لي والو القرايه ما بقاش وتيعاني يعني ماشي ما بغاش يقرا. لا سميره نعم. ما لقيتيش واحد الريبيتيسيون ديال واحد الحاجه درتيها انت نيت؟ هي شنو هي؟ انت ما كنتيش باغي تقراي. ها هو دار لك الريبيتيسيون. لا انا دابا الحاليه يعني لو كان لقيت فرصه باش نرجع نقرا ما نكرهاش. دابا غير لاحظ معايا النقطه اللي بديتي من حياتك، ها هو ولدك في المراهقه حطها لك. لاحظتي؟ نعم. دابا هو ما عندوش بارابول، ما دايرش فيغ الفيتور، البارابول داير فيغ الباسي ديالك. نعم. دابا لاحظتيها؟ نعم. حيت هنا كاين واحد لو بوان دو كونكوردونس. يا عجبة انا امه كنت كنقرا ومشيت خرجت حبست القرايه مشيت خدمت، الصدفه هذه ولا غنحلوا فيها؟ نعم. الذكي كيهتم جميع النقاط اللي عنده في حياته. اذا شنو العمل ديال باه؟
دابا كان مسير ديال واحد السيبر، هو كان كونطابل كان محاسب. اها مسير يعني السيبر ديالو ولا ديالو. ولا لا ديالو ديالو. نعم السيبر. راه فرق ما بين ديالو وما بين المسير. لا ديالو السيبر ديالو. اذا شنو 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 كيدير في هذا السيبر؟ كيمشي تيعطي كيجلس كيحضر وليدات كيكري لهم كذا وكذا. لا داير عنده عنده اللي كيخدمه هو غير هكا تيمشي يطل شنو كاين الا خاصه شي شي حاجه في السيبر ولا هذا. اذا من غير هذا العمل ديال انه سير السيبر كاين شي حاجه اخرى؟ لا ما كيدير حتى شي حاجه اخرى. اذا ما عندكمش القاطره؟ لا. شنو هي القاطره فهمتيها؟ يعني شي حاجه اخرى شي مدخل اخر ولا؟ لا 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 ما داويش على المدخل. نعم. القاطره الثقافيه، القاطره الثقافيه في البيت عندك ما كايناش؟ لا ما كايناش. بالك حيت نعم. حيت دابا لي فاغون هما الوليدات وخصنا هذيك القاطره القدام لوكوموتيف. واخا الا سمحت بروفيسور غادي نكملوا مع سميره ونصيحتك الغزلان بعد الفاصل. روح من الحلقه ديال البرنامج ومن تحليلات البروفيسور مامون مبارك الدريبي. السؤال تيقول شنو الاسم ديال نظريه اينشتاين اللي ذكر بها البروفيسور مامون مبارك الدريبي في البرنامج اليوم؟ واش ا نظريه الكعك ولا ب نظريه الحدث الثلاث يعني الماضي والحاضر والمستقبل؟ فإلى عندكم الجواب الصحيح وتعرفتوا عليه فالمشاركه سهله، غادي غير تبعثوا بالاس ام اس للرقم 5080، غادي تكتبوا في الاس ام اس ماد ام او دي، خليو فراغ وكتبوا جوابكم الصحيح واش أ نظرية الكعك ولا ب نظرية الحضرة الثلاث، وتبعتوا كل شيء للرقم 5080. وأسرع مشارك ولا مشاركة هو اللي غادي يفوز معنا اليوم بآلة ديال يعني التسبين يعني ماشينا لافي. فكنتمنى واحد سعيد لجميع أوفيائنا. وحسنتي لما كيش مسرع منك، تسني الحلقة الجاية باش تجربي حدك مع أومو أكسيون رابيد جديد. تفضل البروفيسور نكملوا مع سميره. خاصنا القاطره، ولادي ولادكم الله يخليكم، راه قلت لكم نظريه ديال هوارد غارنر العالم البسيكولوجي الرقيق الذكي اللي ما ترجمات الكتب ديالو حتى لهاد السنين الاخيره، هو تيكتب من 1985. علاش الاوروبيين ما ترجموا الكتب ديالو الا مؤخرا؟ سيروا شوفوا علاش، لان كاين غيره وكاين تنافسيه، لان المعلومه العلميه اصبحت كتعطي ماشي مجالات الدول، كتعطي اسواق وكتعطي سياده المعلومه العلميه فقط، باقي ما صنعتي لا وزير ولا غير المعلومه. وحنا المعلومه الصحيحه والحلوه واللي خدام بها الناس ما نقلبوش عليها ونمشيو نديرو كوبي كولي من المعلومات اللي سخفات وعيات وطاحت الارض. وارد غارنر في الانتيليجونس، في لو ستاد ديال الانتيليجونس انتر بيرسونيل خصصنا لها حلقه وتكلمت عليها العديد المرات. قلت لكم في المجتمع جوج ديال الانواع باش كيتعلموا الاطفال، يا اما كتخلي ولدك يتصاحب ويترافق مع وليدات، وهذا بالشكل باش حنا قرينا. حنا ما عمرنا ما جلسنا مع استاذ ديال الدعم في حياتنا ابدا، ما عمرنا عرفنا شنو هو استاذ ديال الدعم. الاساتذه ديال الدعم هما صحابنا بعضياتنا، كنا كنترافقوا هذا المجهد في الرياضيات، هذا المجهد في السيونس، هذا في الفلسفه، هذا في العربيه، هذا في التاريخ والجغرافيا، هذا في الفرنسيه، وتنديروا جلسات كل واحد كنمشيو لدارو ناكلوا في دارو ونشربوا في دارو ونقراوا في دارو، ولا غدا يمشيو للدار الاخرى. وكانوا الامهات ديالنا الله يجازيهم ويحفظهم والله يمتعهم برضا سيدي ربي وسيدنا رسول الله اللي عاونونا، كنمشيو تيسكتوها لوليداتهم وتيعطيونا الصالون، ماشي كيديرونا في بيت ولا في شط، كيعطيونا الصالون ويوجدوا مساكن الناس اتاي والحلوه والمسمن ويخرجوا ما يشعلوا الثلاجه ولا التلفازه ولا حتى حاجه ياك. وكنبقاو نقريو بعضياتنا. لانتيليجونس انتر بيرسونيل كتدار باغ امبرينياسيون، كيدبغ الدري على صاحبه الدريه على صاحبته. صبحنا في واحد المجتمع اللي صبح فيه الخوف كثير، عندك شي واحد يقيس لي ولدي، عندك كذا، ما قدرناش ناثروا بمؤسسات، ما كاينش جمعيات اللي غدير الو جمعيات النشاط التربوي ويجي واحد السياره تجي عندك للدار، نحن جمعيه يعني مرخص لنا من طرف ليانضياش سمعه طيبه وكذا وكذا، الوليد ديالكم غيتحق بالعائلات الفلانيه وانت كتعرف العائلات وكدير لامبرينياسيون، ما قدرناش نديروها كمؤسسات. ما قدرناش كعائلات نديروا ولادنا الانشطه، الاب والام الى سالة السبت والحد كيدي ولادو يلعبوا الكره. فهنا هاد الطوير هذا بغيتوه يقطع من اسبانيا حتى لافريقيا بوحده. عمركم شتي على لا سناء الطيور المهاجره غادي واحد بواحد؟
لا كيمشيو كيمشيو فرك لا وتخيل طير بوحدو غادي الله تيموت والخلع وسكت ليه القلب ويطيح في البحر. فراه القرايه راه اصعب مشروع لانك كتولي كتخدم لي ديفيرون تيب دو ميموار كاين خمسه لي سيستيم كونيتيف سون انفيني لي سيستيم دورغانيزاسيون سون انفيني جمع ليا لي 5 تيب دو ميموار جمع لي سيستيم دو كونيتيف انفيني جمع لي سيستيم دورغانيزاسيون كي سون انفيني ودير لامبريكاسيون ودير لي كومبينيزون شحال غيعطيو سون انفيني لي كومبينيزون هنايا انفيني. فالوليد ديالنا دوفون دي بوسيبيليتي انفيني ما كيعرفش انه هو لو ستيل ديالو. كاين اللي عنده لا ميموار اوديتيف كاين اللي عنده لا ميموار فيزوييل كاين اللي عنده لا ميموار بروسيدورال كاين اللي عنده لا ميموار دو طرافاي ديفيسيونت باش كيعرف مسكين كيبقى يدير غير تاتونمون. ما عندناش لو سي ان دي بي لو سونتر ناسيونال دو لا دوكيومونطاسيون بيداغوجيك عندنا في السميه وفي النصوص. هذا الشيء باش فالحين حنا في الدول العربيه نسمي كننقلوا من الغرب سميه شي ديال السي ان دي بي اللي في المغرب راه كوبي كولي دي سي ان دي بي في السميه ديال فرنسا. ها هو ولد عمو بحالو سير دخل دير في الانترنت سي ان دي بي بوان اف ار ستجد من الالوان ومن المنشورات ومن لي سي دي روم من النصائح البيداغوجيه الهائله. ديروا سي ان دي بي بوان ام ا غادي يخرج لك واحد فمو مهدوم موقع ماشي بنادم موقع فمو مهدوم ومركب هذاك داك في خبارك بانه كيهلكني يعني هذوك الفم اللي كيركبوا في المغرب مصايبينه على واحد الفورما تقول شدوا شي فم نورفيجي وصوروه ما فيهش الناب ولا الدرسه ولا مريقل صبات 43 كيلبسوا كل شيء نقدروا كنبدلوا بعضياتنا. الحاج عافاك اتصل فيني فمك الحاج ياكل بشويه بوعويد هكا الحاج وشويه الضيف اللي حداك عافاك شي اللي شاد لك فوي مراه ليا تخيل في الفم ما تنعرفوش نديرو. مع احترامي لي زورتودونتيست ولي لي بروتيزيست راني حبابي وكنحيي الاطباء في هذا المجال اللي درت معاهم شحال محاضره في الجامعات لا في الرباط ولا في الدار البيضاء. غير كنبغي نبسط لان ملي كنلقى كوبي كولي حتى في الفم راه بزاف بركه عندنا في المجتمع من كوبي كولي. فخاص واحد القاطره لهاد الوليد مادام انها هي عندها رغبه راه قالت عطات واحد الفتيله عطاتها واحد الام جات لعندي بنتها في 15 عام ما بقاتش باغا تقرا. سولت الام قلت لها شنو الهوايه ديالك قالت لي ما عنديش هوايه. لقيت هذيك الام كدير مشاريع هكا ادرواتي اغوش غير 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 ببساطه بسهوله يعني ماشي مركزه. قلت لها عفاك اختي بغيتك ديري شي مشروع ثقافي فكري تربحي الفلوس من الافكار ديالك. ما قريتش على هذا الشيء قلت لها تقراي. تخيل هي كتقرا وكتفوق وكدير المشروع وبنتها تابعها اون ابيل سا لو كورون اسونسيونيل. الله سبحانه وتعالى خلق واحد التيار ديال الهواء اللي كيطلع الطيور للفوق باش يقدروا يطلعوا بلا ما يتعبوا. فنصيحتي للالة سميرة انها ترافق ولدها مع بنيات وليدات اللي كيقراو وتجيبهم لعندها للدار وتكون هي المنشطة وتحط نفسها حتى هي قاطرة صغيرة وما ديرش الحشو. شنو هو الحشو؟ يفو با فيغ لو كافاج. شتي ملي كيبغيو يديروا الفوا د كنار كرا راه عندنا في دار بوعزة كيوكلوه فوق قياسو كيتسمى لو كافاج كيبقاو هكا يحلوا ليه فمو وتيدحيو باش كتنفخ الكبده باش ملي كيجبدوها كتكون كبيره. راه ما كنديروش لو كافاج في الحشو في المجال الثقافي. المجال الثقافي خصو يشرب على قدر الرغبه اللي عنده التحبيب الترغيب الصمت. ملي قال لها ما بغيتش نقرا تقول لها واخا حبيبي ماشي مشكل ماشي مشكله بابا واخا بغيتي تحبس ماشي تفزع وتخلع ولكن تجيب الاصدقاء وتجيب الحباب. ولا بغينا حنا الطوير ديالنا يتعلم يغرد شنو كيديروا المغاربه كيديه في واحد القفز حتى شي طوير اخر كيغرد تعلم كيتعلم منه تيقلدو كيتنافس معاه غير بشويه ديال التحرزيزه ديال الحروره اللي كيديروا المغربيات في طاجين الحوت بشويه ديال الاشاره بشويه ديال الضحيكه راه غتستقطب وليدها ودير ليه واحد القاطره بالرفقه ديال الوليدات والبنيات الناجحين ان شاء الله. نصيحتك لغزلان من طنجه. غزلان في الشطر الثاني ديال السؤال ديالها قالت بانه ما كيبغيوهاش البنيات بحكم انهم تفاجؤوا كانوا كيتوقعوا واحد البنت غتجي هي لولا سعجات لالا غزلان. الشباب والاطفال عندهم لومبليفيكاسيون دي شوز يعني كيشوف واحد خنزر فيه تيعيش هو حاله عاطفيه كيامبليفيها كبيره. هذوك بنتي غزلان اخوتك واخواتاتك واخا ما يضحكوش معاك واخا يديروا جماعه ويبغيو يفروا منك انتوما راكم دايرين اليوم ما بغيتش تهضر معايا والله يا ابوكم تندير لكم نفعل لكم. شتي خصنا نتصاباو
ودير فيها شويه ديال التابو هاليت، ما تاخذهاش بجديه، حيت هما الاطفال والشباب راه دغيا شتي الا شافوا شي واحد براني غيتعدى عليها ولا يخاصم عليها ولا يمسها راه يجيو يحاميو عليها. فما تاخذهاش الفو با كان سو برينو سيريو في هذه الحاجه. باقا شابه سو ني باز اون فيغيتي، يقدروا يشدوا فيها تشد فيهم يبكيوها ولا يبغيو يقصحوها تقرح ليهم تعاود ترجع ليهم. هكا باش كيتربى جهاز المناعه. ما تعتبرش حقيقه انهم ما كيبغيوهاش، لا ماشي بصح، راه غير مسرحيات تمثيليه تخترقها بحال واحد القشره غتقبها وغدوز لعندهم. واخا بروفيسور الا سمحتي في ختامنا اليوم، يعني نصيحتك بالنسبه للوالدين اللي كيسمعونا بالنسبه للطريقه الصحيحه كيفاش يتعاملوا مع ولداتهم في الفتره ديال المراهقه، يعني دوك الاساليب اللي باش يعرفوا كيفاش يغيروهم. انتبهوا الله يخليكم، راه العديد من الدول كتعيش واحد الافه ديال الانتحار ديال الشباب المراهقين. والانتحار راه عنده انواع، كاين الله يستر ويحفظ ولادنا ولادكم اللي كيمس بحياته وكيقتل نفسه، وكاين اللي كيدير الموت البطيء انه كيمشي للمخدرات ولا الادمان على الانترنت ولا كيمشي للعنف ولا كيمشي لشي حاجه. احسن وسيله باش نحمي ولادنا هي الى بان لنا ولدنا كيتجر الكارو كيتجر لواحد السلوك ما هوش. قلت لكم الافه ديال العقل العربي انه يسعى الى استئصال الافه بسرعه، يعني كندخلوا ذاك التدخل العنيف باش نزولوا هذيك الحاجه دغيا في الغدا تصبح محيده. المراهق راه عنيد، راه ما غيخليكش تزولها. فإلا تجر لك ولدك لواحد البلاصه ولا بنتك لواحد البلاصه، ما تدخلش تدخل ديال رجال المطافئ وتجيب البومبيه وتجيب التيوت وتطفي العافيه. كيف استدرجوه ناس الى الخبيث، كيف خصك تعاود تربط العلاقه مع ولدك ومع بنتك وتستدرجو الى الطيب الصالح. يعني غياخذ لك وقت باش يتجر لك الطيب الصالح، غياخذ وقت. فهذاك الوقت كيبقى ولدك بواحد الاسلوب ما عجبكش، كيبقى يتصرف بواحد الاشكال ما عجبكش. الا صبرتي على هذيك الاعراض اللي ما عجبكش وكتستدرجو الطيب، هذاك هو الدور ديالنا، هذاك هو الحمايه ديالنا، كينتظر منا نحميوه بلا ما يعيق. فكل شيء كيدار بالاشاره، كل شيء كيدار بالصبر، كل شيء كيدار بصيغه المحبه. الا قدرنا نديروا هذا الاسلوب هذا راه ما غتشوفوا محافظين على الطمانينه داخل الاسره. اما الا دخلتي في صراع تقول لي تولي دير هكا ولا تخرج عليا برا ولا، راه لا ما غادي ما يعطيش. إذا كنشكر كل المستمعات والمستمعين الأوفياء لحسن المتابعة والاستماع البرنامج مع المحلل الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك دريبي. حلقة إعادة حول موضوعنا اليوم التعامل الصحيح الوالدين مع أبنائهم في مرحلة المراهقة، غادي تسمعوها وتتابعوها غدا إن شاء الله في صبيحة يوم الأحد ابتداء من 10 حتى 12.